صحيح السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي يحييكم من صالة حسن الدكتور حسن مصطفى بالسادس من اكتوبر وقناة النادي الاهلي ونقل جيم 3 نهائي دوري كرة السلة سيدات السوبر بين الكبيران العملاقان الاهلي وسبورتين. جيم 1 وجيم 2 انتهت بنتيجة 83-68 في جيم 1 لصالح الاهلي والاهلاوية، اما جيم 2 ايضا انتهى بنتيجة 89-79 لصالح بنات الاهلي وملكاته. في البداية طبعا قبل ما نبدأ المباراة طبعا كل تمنياتنا بالشفاء العاجل للزميل العزيز والاعلام القدير ومعلق قناة النادي الاهلي الكبير الدكتور وائل ابو العزم اللي بيمر بوعكة صحية باذن الله يقوم بالسلامة ويرجع ينور قناة النادي الاهلي ويمتعنا كعادته. كل السلامات الطيبة للزميل والأخ العزيز الدكتور وائل أبو العزم. سريعا كده نستعرض تشكيل الفرقتين، نادي سبورتنج اليوم آية الفقي، ريم موسى، بيتس، منار إيهاب، نور علي طلعت، أسرار ماجد، نورهان فؤاد، جينا حلمي، نادين ياسر، والكابتن وهجر عامر، عائشة سالم، هالة مصطفى. القيادة الفنية للكوتش محمد حورس. أما فريق النادي الأهلي النهاردة يمثله هنا حتحوت رقم 2 ميرال أشرف، رقم 4 الكابتن ودينا عمرو، رقم 10 نادين السلعوي، رقم 7 رضوى محمد، 12 فريده وائل، 14 رنيم الجداوي، 15 ليلي المحترفه، رقم 22 تمارا نادر، 33 حبيبه بيكو، 40 يارا سما، 44 جايده خالد، 99 القاده الفنيه للكوتش طارق خيري ومعاوناه كابتن كريم اسماعيل وكابتن علياء محمود. الخماسي اللي هيبدا النهارده النادي الاهلي، نستعرض سريعا كده خماسي نادي سبورتنج، ريم موسى رقم 1، بيتس المحترفه الامريكيه رقم 3، نورهان فؤاد رقم 10، هاله مصطفى 34، وهاجر عامر رقم 14. اما النادي الاهلي اليوم لستارت اللاين اب اللي هيبدا بيه كوتش طارق خيري، ميرال اشرف 4، نادين السلعوه 7، رضوى محمد 12، رنيم الجداوي 15، وليلي المحترفه رقم 22. حكام لقاء اليوم الكابتن محمد سعيد، كابتن محمد يحيى زكريا، والكابتن رنا خالد. على بركة الله جيم 3 والطريق الى اعتلاء العرش لكرة السلة المصرية الموسم 23-24 من صالة حسن مصطفى، ملكات الاهلي يواجهنا ملكات سبورتنج في نهائي دور السوبر، وباذن الله نتمنى التتويج لملكات الاهلي ان شاء الله. على بركة الله جامبو الأول وأخير في المباراة ما بين رنيم وما بين هاجر. رنيم الجداوي في جيم 2 سجلها 24 نقطة، أما في جيم 1 نجحت في تسجيل 20 نقطة، 44 نقطة مسجلاهم رنيم الجداوي في مباراتين اللي هما جيم 1 وجيم 2. ثواني ونبدا احداث لقاء وكوارتر اول الاهلي وسبورتنج نهائي دوري السوبر موسم 23-24. طيب احصائيات سريعه كده، طبعا توب سكورر كان في جيم 2 كان من نصيب نادين السلعوه اللي نجحت في تسجيل 37 نقطه، اما في المباراه الاولى نجحت نادين السلعوه في تسجيل 21 نقطه كتوب سكورر، مسجله حتى هذه اللحظات 58 نقطه في مباراتين. اما رنيم الجداوي زي ما قلت لحضراتكم في جيم 1 مسجله 20 نقطه وجيم 2 24 نقطه برصيد 44 نقطه في جيم 1 و 2. الناحيه الثانيه ايضا ميرال اشرف مسجله 30 نقطه في المباراتين. ننتظر اشاره البدء واشاره جامبول الاول والاخير كابتن محمد سعيد في مناقشات مع الجهاز الفني لنادي سبورتنج بقياده كوتش محمد محروس، اما النادي الاهلي بقياده الغزال كوتش طارق خيري. طبعا اكبر المسجلين داخل نادي سبورتنج في جيم 2 اللي كان مقيم اول امس كانت بيتس برصيد 33 نقطه، اما في جيم 1 فنجحت برصيد 21 نقطه. على بركه الله بدايه احداث كوارتر اول والحيازه للاهلي والاهلاويه. نادين السلعوه في اول محاولات سلم لرنيم جداوي، رنيم وادي اولى الاخطاء الشخصيه على هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج.
او ريم موسى عفوا، ريم موسى اولى الاخطاء الشخصيه، اول خطا شخصي ريم موسى. اوتسايد استلمت على طول نادين، نادين بالبيك اند رول مع رنيم، الكيك اوت على طول لميرال، ميرال على رنيم جداوي على اولى المحاولات من الميديم شوت لكن ما بتسجلش، تطلع الكره اوتسايد لصالح نادي سبورتنج. اول محاوله على الفيل جول من رنيم الجداوي لا تسجل. تبدا الهجمه على طول عن طريق ريم موسى، بتسلم لبيتس، بيتس بالسكرين مع هلا مصطفى، بيك اند رول مع هاجر، هاجر على الاوبن شوت في 3 بوينت ما بتسجلش، ليلي على طول بتلم وتسلم لرضوى، رضوى بدورها على طول لنادين، نادين في البنتريشن بتغيير الاتجاهات بشمالها تنجح في تسجيل اول نقاط، اولى النقاط في احداث كوارتر اول عن طريق نادين السرعاوي، فص بريك نادين السرعاوي تنجح في تسجيله. اعتقد هنا في ايقاف في بيتس، هنا تم مصابه، سلامات يا بيتس. قادمه من نادي الجزيره ثم الى نادي سبورتن، نشوفها مره ثانيه. هنا في لفه كده يعني ايه في الساق، اعتقد يعني ان شاء الله خير وسلامات لبيتس. اوتسايد لسبورتن، استلمت على طول هاجر عامر لبيتس مان تو مان نادي الاهلي، بيتس بالسكرين مع هاجر عامر، بيك اند رول تستلم هاجر عامر، عاجبني قوي السويتشات اللي بتعملها دفاعات النادي الاهلي. وادي هنا ستيل رائع من النادي الاهلي عن طريق رنيم، رنيم بتسلم لميرال لكن ميرال كده ما كانتش رنيم شايفاها، على طول تعمل الستيل، هلا سلم لكن هنا في ايه؟ في صافره هنا وفي حصل حاجه، اعتقد بيتس لسه مصاب. اعتقد بيتس لسه مصاب، لو الكاميرا تيجي عليها هنتاكد ونشوف. مفيش دوامه ما ربطوش حاجه ولا عمل حاجه كده. بيتس نزلت لها الدكتور، بيتس في اصابه، واضح ان في اصابه، سلامات لبيتس. واحده من اهم الكي بلاير لنادي سبورتنج يعتمد عليها كوتش محمد فورس، اعتقد ان في حاجه في العضله الضمه، سلامات لبيتس تنزل مكانها على طول، هنشوف مين نزل مكانها. خرجت ليه تلقي العلاج بيتس. وادي هنا نستهدف المباراه عن طريق هاجر عامر، هاجر اصرار هي اللي نزلت، هلا مصطفى على الاوبن شوت في 3 بوينت ما بتسجلش، لما على طول نادين. وادي هنا الجامبول والحيازه لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج 14 ثانيه متبقيه على نهايه الهجمه. اوتسايد لسبورتنج اصرار دلوقتي، ماجد هي اللي نزلت مكان بيتس المحترفه لنادي سبورتنج. اوتسايد استلمت هاجر، هاجر لسه مان تو مان نادي الاهلي، هالة هالة لنورهان، نورهان بيك اند رول مع نورهان، لسه نورهان استلمت هاجر لكن هنا بتحجز عليها، برافو عليكي يا رضوى اللي بتنجح انها تاخد الكوره والحيازه على طول لصالح النادي الاهلي. 8 دقائق 26 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول، الهجمه للاهلي وملكات الاهلي. استلمت رنيم جداوي بالسكرين مع ليلي، رنيم في الوان ان وان، رنيم لفت طلعت الكيك اوت عند ليلي، ليلي 1 ان 1، ليلي في الدرايف، لا ليلي في الوصول، ليلي تنجح في التسجيل، واحدة من اكتشافات كوتش طارق خيري، ليلي اللي بتنجح في تسجيل أولى نقاطها ورابع نقاط أحداث كوارتر أول. أسرار ماجد بالسكرين، عدت أسرار تقعد بالستيب باك، سلم لهاجر، هاجر في درايف واحد على واحد لكن بتنجح إنها تاخد خطأ شخصي وفاول على رضوى محمد لاعبة النادي. هلا تاني الأخطاء الشخصية على أو أول أخطاء شخصية على النادي الأهلي، أدي هنا الدرايف والبنتريشن على طول بتوصل ليلي وبتنجح في تسجيل أولى نقاط. هاجر عامر على البنتريشن باللياب لكن ما بتسجلش، رنيم جداوي ديفنسيف ريباوند ولا أروع في الأول ذا واي، رنيم تلف وترتكس بشمالها تروح تصل تسجل نقطتين توسع الفرق إلى 6 نقاط لصالح الملكات. ريم موسى تبدأ الهجمة لسبورتنج، ريم دفاعات الأهلي متمكنة قافله كل عناصر اللعب، طلع على طول في البيس لاين لهلا مصطفى، هلا في الوان ان وان، كيك اوت عند اسرار، اسرار بتحاول بالكروس اوفر تعدي، كيك اوت عند نورهان فؤاد، اخر 4 ثواني نورهان، ادي ستيل حاضر على طول من ليلي، ليلي في الاول ذا واي، ليلي في الاول ذا واي، راحت ليلي، نجحت ليلي، سجلت ليلي نقطتين كمان تعلي بيهم الفرق الى 8 نقاط مقابل لا شيء. 8-0 رن، وادي ستيل رائع تاني من رنيم الجداوي. رنيم تسلم لرضوى تهدى وتلعب الست بلاير، رنيم رضوى رضوى تسلم لليلي، الهاند اوف على طول مع رضوى، رضوى قطعها حلوه قوي لكن سلمت ليلي في الكيك اوت، ليلي في ال1 ان 1
لسه بتسلم لسه عاوي بالسكرين نادين اوبن شوت 3 بوينت نادين لكن ما بتسجلش 8-0 ران حتى هذه اللحظات عن للنادي الاهلي على نادي سبورتنج. تلم على طول اسرار تقلب الملعب لنورهان تحت الباسكت لهاله كيك اوت لهاجر هاجر على 3 بوينت لكن ما بتسجلش. تلم على طول رنيم رنيم تطلع لكن هنا ترن اوفر من رنيم وستيل من هاجر اللي بتسلم بدورها على طول ريم موسى ريم قطعها اسرار اسرار من ميدل راحت لكن هنا في خطا شخصي وفاول تحتسبه كابتن محمد يحيى زكريا على رنيم الجدا. تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي اولى الاخطاء الشخصيه على رنيم الجدا. شوفها مره ثانيه ادي اسرار في الكات راحت هنا في فاول وخطا شخصي على رنيم الجدا. في شولدر للكاميرا دي شغاله شولدر بطاريه كبيره رنيم والفري ثرو الاول لا تسجل 6 دقائق 25 ثانية على نهاية أحداث كوارتر أول. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لأسرار ماجد. أسرار على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. أولى نقاط الكوارتر الأول لنادي سبورتنج. رضوى محمد تعدي بالملعب رضوى. رضوى في الدرايف واحد على واحد فاضية راحت وصلت لكن ما بتسجلش تلم على طول هلا مصطفى الديفنسيف ريباوند وتسلم لريم موسى. ريم 1 أون 1 ريم تقلب الملعب لهالة. هالة بالهاند اوف مع اسرار. اسرار بالسكرين استجر سكرين مع اسرار. اسرار تقلب الملعب لهاله في البيس لاين عند نورهان تسلم تحت الباسكت تتعامل على دبل تيم تطلع على طول كيك اوت لاسرار. اسرار كيك اوت مره ثانيه نورهان. نورهان على اوبن شوت في 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي سبورتنج. بدايه الفرق الى 4 نقاط لصالح البنات الاهلي 8-4 لصالح الملكات. الهاند اوف نادين السلعاوي لليلي. ليلي في الدرايف باك بيفوت روعه راحت ليلي وصلت ليلي خدت الفاول ليلي والخطا الشخصي على هاله مصطفى لاعبه نادي سبورتنج. تو شوتس ورميتين حرتين ليلي من بولندا. ادي الثري بوينت اللي نجحت في تسجيلها نورهان فؤاد. وتو شوتس ليلي يعني كده كمرتين واعيين هم كانوا يكلموني قال لك مدياني بلاك حط بين حط كابل تاني. ليلي هو فري ثرو اول لا تسجل. هذا المفتاح طبعا الخطا الشخصي الماضي كان على ميرال اشرف مش على رنيم الجدا. وادي فري ثرو ثاني لليلي اللي بتنجح في تسجيل الفري ثرو الثاني ورمي الحره الثانيه. تبدا الهجمه في السيت بلاي على طول عن طريق ريم موسى. ريم مان تو مان ليلي متوليه رقابه هاجر لسه ريم موسى دفاعات الاهلي قويه. الهاند اوف على طول مع اسرار ماجد. اسرار تاخد السكرين عدت سلمت الناحية الثانية لنورهان. نورهان تحاول تسيطر على الكرة ومعها نادين سلعاوة بتلف وترتكز طلع كيك اوت عند ريم موسى. ريم في الثواني الأخيرة واللحظات الأخيرة هنا لكن صفرة ال 24 ثانية كانت هي الأسرع علشان تقول الكرة لحيازة النادي الأهلي. 9-4 لصالح النادي الأهلي. بداية الهجمة انتصاف أحداث كوارتر أول. رضوى محمد تبدأ الهجمة. رضوى عدت وسلمت على طول لليلي. ليلي بالهاند اوف مع رضوى تقلب على طول لليلي مره ثانيه. ليلي في ال 1 اون 1 ليلي تلف لسه ليلي لكن هنا تيرن اوفر ومخالفه المشي بالكره على ليلي ووكوا ترافلين على ليلي من بولندا اوتسايد لسبورت. تبدا اسرار الهجمه هنا هتقوم بمركز البوينت جارد دلوقتي بالتناوب كده مع ريموس. هلا مصطفى سلم على طول هاجر عنه. هاجر بالهاند اوف مع نورهان. نورهان في البنتريشن من الميدل الكيك اوت عند اسرار. اسرار على اوبن شوت في 3 بوينت تنجح في تسجيل 3 نقاط تضايق الفرق الى فرق باسكت وحيد لصالح النادي الاهلي. 9-7 لصالح الاهلي والاهلاويه. وادي خطا شخصي على ريم موسى. ثاني الاخطاء الشخصيه على ريم موسى. مباراه جيم 2 من الكوارتر منتصف الكوارتر الثالث ريم موسى كانت 4 اخطاء شخصيه. اوتسايد اهلاوي تبدا الهجمه على طول. نادين سلعاوي نادين في درايف واحد على واحد تقلب الكيك اوت على طول تصل الى ليلي. ليلي في الاوبن شوت ب 3 بوينت ما بتجيش تعمل سكند شانس ثاني لكن اسرار تخطف الكرة. هنا الجام بول الحيازه المره دي للاهلي. الحيازه اهلاويه. استلمت على طول نادين سلعاوه. نادين بالسكرين مع رنيم. نادين درايف واحد على واحد. نادين راحت وصلت لكن هنا البلوك
والاوتسايد لصالح نادي الاهلي. في تغيير قادم اعتقد. بيتس عدت مره ثانيه بدلا من من ريم موسى اللي مرتكب خطأين شخصيين. نادين سلعوا سلم رنيم جداوي. رنيم درايف من الميدل، راحت رنيم، وصلت رنيم، نجحت رنيم، سجلت رنيم جداوي اللي متوليه النهارده التوب ريباوند باثنين ريباوند حتى هذه اللحظات في احداث كوارتر اول. وسع الفرق مره ثانيه الى اربع نقاط 11-7. بيتس ميديم شوت، بيتس راحت لكن ما بتسجلش. رنيم جداوي ثلاث المحاولات حد ديفنسيف ريباوند، سلم على طول لميرال، ميرال في الوان ان وان علقت لرنيم لكن كانت هنا صعبه شويه الباصه والاوتسايد لصالح سبورتنج. سلامات لرنيم جداوي. في حاجه سلامات يا رنيم. كان الاوبن شوت هنا موجوده لنادين لكن هنا واضح ان في خبطه كده في وجه رنيم. طمنوا عليها ايه؟ الحمد لله قامت بالسلامه. قامت رنيم جداوي 7-11 لصالح الاهلي والاهلاويه. تبدا اسرار ماجد الهجمه. اسرار في الست بلاي تبدا الهجمه. الاهلي مان تو مان لازال لبيتس. بيتس تقلب الملعب على طول في السكيب باس عند نورهان. نورهان جاي لها على مصطفى، يسلم لهاجر عامر. هاجر في محاوله ال1 1 طلع كيك اوت الاكسترا باس، لا هوشت وشاطت على مصطفى على اوبن شوت ما بتجيبش. تلم على طول مره ثانيه نورهان في وقت سكند شانس، بتروح بالفلوتر شوت لكن ما بتسجلش. تم على طول ميرال اشر، عدت ميرال، وصلت ميرال، لسه ميرال، سلم على طول رضوى. رضوى محمد تبدا الهجمه. رضوى جالها على طول رنيم جداوي بالسكرين، عدت رضوى سلمت لليلي، قطعلها كده نادين، خدت الكره ميرال، سلم ليه الباصه حلوه، الفكره حلوه لكن في السكه كده حطت ايديها هلا مصطفى، كان قطعلها ليلي كويس قوي وقدرت ان الكره تخبط في ايد هلا مصطفى وتطلع اوتسايد. اربع دقائق اربع ثواني ست اجزاء من الثانيه متوقعه على نهايه الهجمه، وادي واحده من الالعاب الذكيه لكن حظك وحش يا رضوى. استلم على طول الكره نورهان فؤاد، استنى اللقطه، سلمت لهاله، هاله مره ثانيه نورهان، نورهان على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن ما بتسجلش. لم على طول رنيم جداوي وتبدا الهجمه عن طريق رضوى محمد. كوتش طارق خيري وتعليماته للي متولي رقابه بيتس ما يعملش هيلب. عدت رضوى بالسكرين، عدت رضوى في الدرايف قطعها ليلي لكن طلعت كيك اوت عند رنيم. رنيم لسه رنيم هوشت لكن ترن اوفر، مخالفه المشي بالكره على رنيم جداوي والاوتسايد لصالح نادي سبورت. 11-7 ما زالت النتيجه. منار ايهاب في تغيير جري كوتش حرس، نشوف مكان مين. سلمت الكره على طول لاسرار، اسرار راحت اسرار لكن تيرن اوفر كده وبات باص تعمل ستيل على طول. ميرال اشرف، ميرال 1 ان 1 ميرال في الاول زاوية، باص حلو قوي، اسيست روعه الروعه لكن رنيم جداوي حظها وحش ما بتسجلش. سلم على طول ديفنسيف ريباوند لمنار، منار في ال1 ان 1 في الاول زاوية، تخبط كده في رضوى، لا خبطت في رضوى وطلعت اوتسايد. منار ايهاب اللي نزلت دلوقتي مكان هلا مصطفى خرجت ونزلت مكانها نور علي طلعت، ورضوى خرجت من الاهلي ونزلت مكانها فريده وائل. طبعا اللي هيمسك الملعب دلوقتي هيبقى ميرال اشرف في مركز البوينت بقى. نورهان فؤاد ايضا خرجت ونزلت مكانها منار ايهاب. اوتسايد لصالح نادي سبورت. اوتسايد. اسرار هتطلع الاول. لسه اسرار سلمت لهاجر، هاجر 1 ان 1 هاجر رايحه. بوصلت لكن ما بتسجلش على طول. فريده وائل ويلي تلم الديفنسيف ريباوند تروح تهدى على ملعبها فريده، سلم تحت الباسكت لرنيم، رنيم قطعها حلوه قوي ليلي لكن ليلي ما بتسجلش حظها وحش النهارده برضو في الفينش. النهارده في كورتين ثلاثه كده كان زماننا دلوقتي واصلين 17 18 نقطه. هاجر عام مره ثانيه لاسرار ماجد، من تو من النادي الاهلي، عدت اسرار اوبن شوت لكن ما بتسجلش. لم على طول ميرال اشرف، ميرال زي ما قلت لكم هتمسك بوزيشن 1 او بوينت جارد، تهدى وتلعب بالست بلاي وترن البلاي مره ثانيه. عدت على طول ميرال، سلمت لليلي تحت الباسكت الهاي لو عند ميرال عند رنيم، والمره دي رنيم تنجح في تسجيل نقطتين عشان تعلي الفارق الى 6 نقاط 13-7. تعليمات كوتش
طارق خيري في خاصة في الديفنس. لو ركزنا كده بيتس اللي ماسك بيتس ما بيعملش هيل. هاجر عامر بيس لاين على الشوطة تنجح في تسجيل ثلاث نقاط، توسع اعتداء الفرق مرة تانية إلى ثلاث نقاط لصالح النادي الأهلي. تبدأ مرال أشرف الهجمة. عدت مرال، لسه مرال، سلمت ليه؟ رنيم درايف واحد على واحد، لكن اتخطفت منها كده الكرة وتطلع أوت سايد لصالح نادي الأهلي. في تغيير يجري كوتش طارق خيري، ادي الثري بوينت الاخيره اللي نجحت في تسجيلها من البيز لاين. هاجر عامر لقيت بيها الفرق الى ثلاث نقاط 13 10 واوتسايد لصالح الاهلي. خرجت رنيم الجداوي ونزلت مكانها تماره نادر، استلمت نادين سلعاوي بالسكرين، عدت نادين سلمت على طول لمرال اشرف، لوشت حلو قوي، راحت طلعت كيك اوت عند تماره. تماره اولى المحاولات الثلاثيات تنجح في تسجيلها بمجرد ما نزلت على طول تماره نادر اللي بتوسع الفرق مره ثانيه الى ست نقاط. اسرار ماجد سلمت لمنار ايهاب، منار اللي لعبت للنادي الاهلي منذ حوالي ثلاث سنين. ادي هنا درايف من هاجر عامر، لكن الويك سايد او المقابله عاملاها ليلي نموذج. ادي هنا ثلاثيه او ثري بوينت على اوبن شوت من تماره نادر نجحت في تسجيل، وسعت الفرق الى ست نقاط، ثمان ثواني على زمن الهجمه. وادي هنا خطا شخصي مظبوط على فريده وائل في غفله دفاعيه كده فضيت خالص. نور علي طلعت زي ما حضراتكم شايفين كده على بال ما فريده وائل راحت لها كانت ارتكبت الخطا الشخصي. تو شوتس ورا 200 حرتين لصالح نور علي طلعت. 16 10 للاهلي والاهلاويه. نور على الفري ثرو الاول الرمي الحره الاولى. نور تنجح في التسجيل، ده الفرق الى خمس نقاط. نور علي طلعت والفري ثرو الثاني والرمي الحره الثانيه. تنجح في التسجيل. 46% محاولات النادي الاهلي الناجحه على الفيلد جول، 15 محاوله نجح في تسجيل سبعه. بلس طبعا الفري ثرو ست محاولات او ثلاث محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل محاولة واحدة. ميرال اشرف الضغط سلم على طول فريدة وائل، فريدة اوبن شوت، فريدة 3 بوينت، فريدة نجح، فريدة تنجح في تسجيل 3 نقاط عشان تأتي معها صفرة انتهاء أحداث كوارتر أول بتقدم النادي الأهلي على نادي سبورتنج 16 12. 4 نقاط هو الفارق لصالح الأهلي والأهلاوية في نهائي دوري السوبر سيدات موسم 23 24 مع البازر بيتر. تنجح ويلي أو فريدة وائل في تسجيل 3 نقاط ولا اروع. 19 الاهلي 12 سبورتنج، 7 نقاط هو الفارق لصالح الاهلي والاهلاويه. دقيقتين هي زمن الراحه المقارنه ما بين احداث كوارتر اول وثاني، ونعود اليكم بعد انتهاء الراحه. ما هو من غير صوت. اصل هو من فوق ممكن يجيبك عادي برضه. الكاميرا فوق خالص، هي كده كده انت بقى واقف مش هتغطي عليه. طب ما هو في واحد بيتكلم معاه. توقف وشك هنا، اقول لك لا اقف وشك عشان لو طلع بقى لا 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 ما ينفعش وانا بجري ورهيم بتجري معاها اثنين رقم بصي واحد اثنين ثلاثه نقطه. طيب ما انا ما ينفعش ايزي ليا لما هو اربعه ليا في 8 بوند كان زماننا رقم ايزي تمام. ما انا سارقه من بعيد رهيم فادت هنا هاجر اسود ما ينفعش انتهت احداث الاول وثاني. ونروح حضراتكم كده سريعا في بعض الاحصائيات على الفيلد جول بالنسبه للنادي الاهلي. 16 محاوله نجح بتسجيل 8 بنسبه 50%، 15 محاوله نادي سبورتنج نجح في تسجيل 3 بنسبه 20%.
بالنسبه للفري ثرو النادي الاهلي محاولتين نجح في تسجيل محاوله، اربع محاولات نجح في تسجيل ثلاثه نادي سبورتنج. في اقرب توقف هقول لحضراتكم على بعض الاحصائيات، وادي هنا عوده للمباراه. نور علي طلعت الحيازه لنادي سبورتنج، وادي هنا الباصه بالهاي لو، لكن على طول فريده وائل حاضره في الستيل، فريده وائل مرال اشرف. شوف باقي التشكيل، نادين سلعاوه وليلي ضمرنا. درايف واحد على واحد، الكيك اوت لفريده وائل، فريده عدت فريده، لسه فريده معاها كوره تسلم لنادين سلعاوه. نادين في درايف واحد على واحد، نادين راحت بالفلوتر شوت لكن ترن اوفر ومخالفه المشي بالكره على نادين سلعاوه، والحيازه لصالح نادي سبورتنج. سبورتنج في تشكيله ولا ستارت لاين اب للخماسي اللي بدا الكوارتر الثاني، اسرار ماجد ونور علي طلعت، نادين ياسر رقم 13، منار ايهاب رقم 4، وبيتس رقم 3. استلمت على طول نور علي طلعت بالهاند اوف مع بيتس، عطلتها كده ليلي، سلمت المره دي لاسرار ماجد. نور علي طلعت تحت الباسكت لكن السيل ولا اروع من ليلي، راحت في ال1 ان 1 في الاول ذا واي، ميرال اشرف راحت لكن ما بتسجلش، تلم على طول منار ايهاب وتسلم لاسرار، تبدا اسرار الهجمه. احداث الكوارتر الثاني بدا حماسيه سريعه، انتهت احداث الكوارتر الاول بتقدم الاهلي بفارق السبع نقاط 19 12. منار ايهاب، منار لسه منار 1 ان 1 منار في درايف بنتريشن، طلعت كيك اوت لكن هنا ليلي، لسه ليلي طلعت كيك اوت مره ثانيه لاسرار، اكسترا باص عند نادين ياسر مره ثانيه لكن مخالفه 24 ثانيه كانت هي الاسرع. دفاع قوي من ملكات الاهلي، تقول الكره في حيازه لاعبات النادي الاهلي. داوت سايد اهلاوي، على 3 بوينت الاهلي استطاع في اولى اربع محاولات نجح في تسجيل محاولتين على 3 بوينت، اما نادي سبورتنج 9 محاولات نجح في تسجيل 3. تماره نادر سلم على طول لليلي، ليلي في السيت بلاي تسلم لمرال، قطعلها تماره فاضيه لها خالص فريده وائل، فريده على الاوبن شوت لكن لسه الكرة 5 ثواني على زمن الهجمة، 4 ثواني 3 ثواني، ميرال أشرف راحت كيك أوت لكن هنا في فاول وخطأ شخصي، هنشوف الخطأ الشخصي على مين، على بيتس لاعبة نادي سبورت. خطأ شخصي على بيتس. استلمت نادين سلعاوي، نادين بالسكرين مع تمارا، نادين في درايف لكن الكيك أوت كده كانت يعني تيرن اوفر وباد باص من نادين السلعاوي، واوت سايد لصالح نادي سبورت. تبدا اسرار ماجد الهجمه. يمكن المباراه الثانيه كوتش طارق خيري حصل على 2 تكنيكال فاول وتم طرد يعني استبعاده من المباراه، قام بالمهام الفنيه الكابتن كريم اسماعيل اللي اشاد به كوتش طارق خيري بعد المباراه. تمناها اهلاويه اليوم والحصول على اللقب 26 في تاريخ ومسيره ملكات الاهلي. باسكت واول نقاط لسبورتنج في احداث كوارتر تاني، ده الفرق الى 5 نقاط. ميرال اشرف كيك اوت عن تماره، تماره في درايف واحد على واحد تماره لكن هنا في خطا شخصي وفاول على نور علي طلعت لاعيبه نادي سبورتنج، وتو شوتس لصالح تماره نادي. كمتين حرتين لصالح تماره. كابتن محمد بيشرح الخطا الشخصي لنور علي طلعت. تعليمات كوتش طارق لفريده وائل. رمي حره اولى وفري ثرو اول لصالح تماره نادر. على التنفيذ تماره لا تسجل. تماره نادر لا تسجل. تمارا على الفري ثرو الثاني نجحت في التسجيل، اولى نقاط احداث كوارتر ثاني لصالح النادي الاهلي 20-14. اسرار ماجد مان تو مان لازال النادي الاهلي. سكرين منار ايهاب عدت درايف واحد على واحد راحت وسط سجلت نقطتين وتضيق بيهم الفارق مره ثانيه الى 4 نقاط. 20-16 بدايه الهجمه والست بلاي عن طريق ميرال اشرف. ميرال تاخد سكرين من ليلي، لسه ميرال تقلب الملعب على طول عند تماره نادر. تماره ترددت لكن شاطر ما نجحتش في التسجيل، وهانها خطا شخصي على فريده وائل تحتسبه كابتن رنا خالد. فريده وائل وخطا شخصي. دكتور مجدي ابو فخر رئيس الاتحاد المصري لكره السله وايضا راجل السيد
خالد مرتجي امين الصندوق عضو مجلس اداره النادي الاهلي تواجد بمؤازره الملكات والحصول على اللقب باذن الله. اسرار مجد بيتس تتولى رقابتها، لكن هنا في خطا شخصي تاني على فريده وائل. فريده وائل اعتقد كوتش طارق خيري هيفكر في تغيير فريده وائل. اعتقد هذا كوتش طارق خيري هيفكر في تغيير فريده وائل. فعلا غير فريده وائل برضوه، فريده وائل ثلاث اخطاء شخصيه. اسرار ماجد استلمت لسه النادي الاهلي مان تو مان. عدت اسرار طلعت على طول نور علي طلعت معها ليلي نور في شمالها راحت وصلت، لكن هنا بيتم اعتراضها بخطا شخصي وفاول على ليلي رقم 22. اول اخطاء شخصيه على ليلي رقم 22. البرنامج الدولي سيعود لها دورها مره ثانيه، ده اللي هنشوفه دلوقتي. رميتين حرتين وتو شوتس لصالح نور علي طلع اللي ما بتسجلش الفري ثرو الاول. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه لنور علي طلع. لا تسجل ليلي تحاول معاها وتنجح على طول. طبره خالد انها تلم الديفنسيف دوبار. سلم على طول رضوى رضوى محمد. رضوى تبدا الهج مرات. سلم لليلي بالهاند اوف مع ليلي تاخد رضوى الكره. قطعها ليلي بالبيس لاين سويب حلوه قوي، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على اسرار ماجد رقم 9. اسرار ماجد اولى الاخطاء الشخصيه على اسرار في احداث الكوارتر الثاني. ده الفرق الى اربع نقاط بعد بنتريشن كده وفص بريك سريع من منار ايهاب. رضوى محمد هتطلع الاول سلمت على طول لمرار لنادين سلعوه. نادين في درايف واحد على واحد نادين راحت باللايب لكن بالفلوتر شوت ما بتسجلش. لما على طول اسرار ماجد ديفنسيف باك سلم على طول لمنار ايهاب مره ثانيه لاسرار سيت بلاي. رضوى محمد تتولى رقابه بيتس بدون اي دفع بدون اي مساعدات على طول بالبلوك حلو قوي من ليلي. ليلي في الدرايف واحد على واحد سلمت ليلي لكن تيرن اوفر وات باص من ليلي. خلاص انت يا ليلي استلم على طول وتعمل ستيل عن طريق اسرار ماجد. اسرار تقلب الملعب نور علي طلع 1 ان 1 نور في الدرايف واحد على واحد لازم هنا المساعدات. هنا وهنا خطا شخصي وفاول على ميرال اشرف. ميرال اشرف فاول وخطا شخصي ثاني الاخطاء الشخصيه على ميرال اشرف. تاني الاخطاء الشخصيه هتخرج ليلي وتنزل مكانها رنيم جداوي. تو شوتس ورميتين حرتين لميرال نور علي طلعت اللي بتنجح في تسجيل فري ثرو اول ورمية حره اولى. نجح نادي سبورت حتى هذه اللحظات في تسجيل خمس نقاط، اما النادي الاهلي في الكوارتر الثاني سجل نقطه وحيده ودي النقطه السادسه عشان تضيق الفارق الى باسكت لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه تسلم الرنانيم بالهاند اوف على طول مع رضوى. السكرينات تسلم على طول نادين السلعاوي. نادين تاخد الكوره السكرين وتعدي تروح نادين بالباك بيفو تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. عدد ايضا ريم موسى اللي بتعمل لونج باص لمنار ايهاب. منار في الدرايف واحد على واحد ما بتسجلش. الصراع هيوقف اللاست تاتش عند مين؟ اللاست تاتش عند سبورتنج والكره في حيازه النادي الاهلي. ادي هنا الباك بيفوت السريع لما على طول واحده من العابها المعروفه تنجح في تسجيلها نادين اسرع. هاجر عامر تعود الى ارض الملعب. ميرال اشرف تخرج. هاجر عامر بدل من نادين نادين ياسر لاعيبه نادي سبورتين وهنشوف ميرال مين نزل مكان. استلمت الجداوي دينا عمرو الكابيتانو في اول الظهور في احداث الكوارتر الثاني. سكرين لنادين. نادين تقلب الملعب على طول دينا عمرو. دينا في الدرايف لوحدها خالص راحت كيك اوت عند رضوى. رضوى اوبن شوت رضوى لكن ما بتسجلش. تصل الكره الى نادين السلعاوي. لسه نادين. نادين اوبن شوت نادين 3 بوينت نادين لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم بيتس على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم بدورها على طول ريم موسى. ريم في ال1 ان 1 ريم في الاول زاويه ريم راحت ريم لكن ما بتنجحش ريم في التسجيل. اللاست تاتش على رنيم جداوي والاوتسايد للصالح نادي سبورت. 4 دقايق 56 سنة متبقية على نهاية أحداث كوارتر تاني. تقدم النادي الأهلي بفرق الأربع نقاط على نادي سبورتنج 22
18. استلمت نور علي طلعت دفاع قوي من رضوى، طلعت كيك اوت لحقت على طول سلمت لبيتس، بيتس تحت الباسكت لهاجر عامر، هاجر 1 ان 1 هاجر، راحت هاجر بشمالها لكن البلوك ولا اروع. هنا في خطا شخصي على تمره نادر، تمره نادر واول اخطائها الشخصيه من النادي الاهلي. تو شوتس ورا 200 حرتين لصالح هاجر عامر. فريسلو اول رمية حرة اولى الهاجر تنجح في تسجيلها، ده الفرق الى 3 نقاط 22-19. فريسلو ثاني رمية حرة ثانية تنجح ايضا في تسجيلها، ده الفرق الى نقطتين. رنيم تبدا الهجمة، رنيم كمل لعبة من عندها، رنيم سلم على طول لتمرة نادر، الهاند اوف مع دينا عمرو، دينا البنتريشن من البيز لاين وقفت راحت وصلت نجحت سجلت بفلوتر شوت ولا اروع. الكابيتان ودينا عمرو تنجح في تسجيل نقطتين ووسع الفريق مره ثانيه الى 4 نقاط للصالح الاهلي والاهلاويه. تبدا ريم موسى الهجمه، سلم على طول لمنار ايهاب بالسكرين، منار سلم استلمت مره ثانيه، منار بنتريشن من البيز لاين لف وترتكز وتطلع الكوره لنور علي، طلعت على 3 بوينت ما بتسجلش، نادين سلعوا على طول ديفنسيف ريباوند في الاول زاويه، نادين في الاول زاويه لسه وتهدى على ملعبها ست بلاي، سلمت تحت الباسكت لكن الميس ماتش كان اسرع، ريم موسى اللي بتعمل ستيل وراح في الاول زاويه، عايز تلعب واحد على واحد سلمت لمنار واخد لك كده بوزيشن، هاجر عامر سلمت الناحيه الثانيه الاكسترا باص عند ريم موسى، ريم طلع لبيتس، بيتس على اوبن شوت ما بتجيش، لما على طول مع بعض يا بنات يلم على طول لكن هنا لسه بقول مع بعض، الحكم احتسب مخالفه المشي بالكره. خرجت تمارا نادر ونزلت ليلي لاعبة النادي الاهلي، ووك وترافلنج مخالفة المشي بالكرة على النادي الاهلي، تيرن اوفر على النادي الاهلي، 14 ثانية زمن الهجمة لنادي سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج، هلا مصطفى استعد للنزول، استلمت بيتزا على طول طلبت سكرين راحت قلبت الملعب على طول هاجر عامر لكن اللاست تاتش هنا على مين؟ على ليلي، صح مظبوط، وفاضل 6 ثواني على زمن الهجمه، هتنزل هلا مصطفى هنشوف هتخرج مكانها مين. خرجت نور علي طلعت اوتسايد وست ثواني متبقيه لصالح سبورتنج وثلاث ست ثواني دي على زمن الهجمه، 3 دقائق 37 ثانيه على زمن الكوارتر. هاجر عامر سلم على طول منار ايهاب، منار اوبن شوت منار على 3 بوينت ما بتسجلش، ديفنسيف ريباوند حاضر على طول عند الاهلي والاهلاويه، تلم على طول وتسلم الهاند اوف مع دينا عمرو، رضوى تسلم لدينا عمرو، لسه دينا بالسكرين مع رنيم، دينا واحد على واحد، دينا درايف، دينا راحت، دينا نجحت في الحصول على خطا شخصي وفاول على منار ايهاب لاعبه نادي سبورتنج، فاول وتو شوتس لمنار ايهاب الكابيتانو على تو شوتس. دينا عمرو على الفري ثرو الاول، فري ثرو الاول لدينا عمرو لا تسجل، فري ثرو ثانيه ورمية حره ثانيه لليل لدينا عمرو اوبن شو على الفري ثرو الثاني تنجح في التسجيل. تايم اوت، اعتقد طلبوا كوتش حرس دفع الفارق الى 25-20 لصالح بنات النادي الاهلي، 3 دقائق 19 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثاني. في التوب سكورر حتى هذه اللحظات هو رنيم جداوي من النادي الاهلي بست نقاط، هاجر عامر بخمس نقاط. تعال نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لا لا لا
انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش محمد محروس. عوده الى الملعب مره ثانيه زي ما قلت لحضراتكم، التوب سكورر في النادي الاهلي هو رنيم جداوي ثم ليلي. رنيم 6 نقاط، ليلي 5 نقاط، تمارا نادر 4 نقاط، هاجر عامر في كتوب سكورر في احداث الكوارتر الاول والثاني 5 نقاط، نور علي طلعت 4 واسرار ماجد 4. توتال ريباوند الاعلى هو رنيم جداوي 4 نقاط، 4 ريباوند، ديس بيتس 3، اما توب اسيست هو ميرال اشرف وبيتس 2 مقابل 2. كابتن محمد غزاوي ايضا متواجد لمؤازره ملكات النادي الاهلي، عضو مجلس الاداره، ورافقه الكابتن خالد مرتجي. ضغط من النادي الاهلي، عدت ريم موسى على طول، خرجت بيتس دلوقتي، سلمت على نزلت مكانها نورهان نورهان فؤاد، نورهان نورهان تقلب الملعب على طول، هلا مصطفى لوحدها خالص على اوبن شوت في 3 بوينت ما بتسجلش، لكن هنا في خطا شخصي على دينا عمرو لاعبه النادي الاهلي. دينا عمرو ترتكب خطا شخصي لصالح نادي سبورتنج. تمام، 14 ثانيه زمن هجمه جديده، خمس نقاط هو الفارق، تو شوتس لصالح هاجر عامر. هاجر عامر على الفري ثرو الاول، الرمي الحره الاولى تنجح في التسجيل، ده الفرق الى 4 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه، هاجر تنجح ايضا في التسجيل، ده الفرق الى 3 نقاط. تبدا الهجمه على طول، رضوى محمد للنادي الاهلي، عدت رضوى من تمان نادي سبورتنج، لسه رضوى معاها الكوره، تسلم لليلي بالهاند اوف مع رضوى، قطعها ليلي، سلمت ليلي في الون ان وان، فضلها مساحه، راحت ليلي، وصلت ليلي، نجحت ليلي في تسجيل نقطتين كمان عشان تسجل في محفظتها 6 نقاط وتعلي الفارق الى 5 نقاط لصالح الاهلي والاهلاويه. ريم موسى عدت اوبن ميديم شوت، شاطت، نجحت في التسجيل نقطتين، ده الفرق الى 3 نقاط مره ثانيه. 225 سنة متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثاني، تقدم النادي الأهلي بفارق 3 نقاط 27-24، هندوف على طول، استلمت رضوى، رضوى سلمت لرنيم، رنيم راحت على الباسكت ما سجلتش، تلم على طول ديفنسيف ريباوند، لكن هنا نادين سرعاوي تحاول تعمل الستيل لكن حظها ما يحالفهاش وتطلع الكرة أوت سايد لصالح سبورت. أدي هنا الدرايف الاخير او البنتريشن الاخير لليلي اللي نجحت في تسجيل نقطتين قبل تعادل ريم موسى. حرص والتعليمات، زون ديفنس قلب النادي الاهلي، سلم على طول ريم موسى، ريم تحت الباص، وادي هنا ميديم شوت من هلا مصطفى اللي تنجح في تسجيل نقطتين وتدق الفارق الى نقطه واحده. بيتس، بيتس تستعد للنزول مره ثانيه، رضوى محمد تهرب من رقابه بخطا شخصي وفاول تجاه هاجر عامر اللاعبه رقم 14 واوت سايد لصالح النادي الاهلي. خرجت منار ايهاب ونزلت بيتس مره ثانيه. الكوتش طارق خير هيرجع للزون للمان تو مان مره ثانيه بعد نزول بيتس. تو شوتس ورميتين حرتين طبقا لاشاره كابتن محمد يحيى زكريا، وادي تايم اوت هيطلبوا طلبوا الكوتش طارق خيري. 27-26 وادي الاعداد، وادي هنا الكره الاخيره اللي نجحت فيها هاله مصطفى في تضييق الفرق الى نقطه واحده، وعادت رضوى محمد بخطا شخصي تجاه هاجر عامر، وادي تايم اوت يطلبه كوتش طارق خالد. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مش 2 3 تمام، اللي ماسك بيتس
هنعزل تنسى. تم تحديد القنوات لسه شغال. التعليمات الاخيره من كوتش طارق خيري زي ما قلت لحضراتكم هيتم تم تحديد اللقاء الاخير والبيست اوف 5 فاينل دوري كره السله رجال ما بين الاهلي والاتحاد ان شاء الله يوم 6 الشهر القادم باذن الله. الاهلي هيقابل الاتحاد يوم الخميس 6/6، يوم السبت 8/6، يوم الاثنين 10/6، يوم الاربعاء 12/6، والمباراه في 5 يوم 13/6. تم نقل المباراه خلاص بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد الى صاله استاد القاهره بدلا من صاله حسن مصطفى. الخبر ده لسه جاي لنا دلوقتي حالا، لكن خلينا مع المباراه. تو شوتس ورا 200 حرتين، وادي فري ثرو اول رضوى لا تنجح في التسجيل، في ثرو ثانيه ورمي حره ثانيه لرضوى، رضوى محمد تنجح في التسجيل. وسع الفرق الى فرق الباسكت مره ثانيه 28-26 يضغط النادي الاهلي. البريس في الكورت تقلب على طول لبيتس، بيتس سلم في النص كده الهاجر، هاجر تقلب على طول باصات سريعه من نادي سبورتنج تصل عند ريم موسى، ريم تقلب الملعب نورهان فؤاد، نورهان لسه الاهلي زون ديفنس 2-3. وادي التيك اوت على الاوبن شوت هلا مصطفى على 3 بوينت ما بتسجلش، ميرال اشرف تلم ديفنسيف ريباوند وتسلم على طول رضوى او ليلى ليلي هي اللي بتسلم رضوى. السكيب باس عند رنيم جداوي، رنيم واحد على واحد طلع كيك اوت عند رضوى، رضوى في الدرايف، رضوى على طول كيك اوت مره ثانيه لرنيم، رنيم لسه رنيم، رنيم مع بيتس راحت على الباسكت لكن ما بتسجلش منتظره الفاول، لا خلاص مش هيجي الفاول. نورهان فؤاد سلمت على طول وادي باسكت كاونت واند وان للصالح هلا مصطفى، اول التعادلات بين الفريقين واند وان لصالح هلا مصطفى. هنا الترانزيشن ديفنس كان ترانزيشن اوفنس بالنسبه لنادي سبورتنج كان اسرع من ترانزيشن ديفنس عنده. 57 ثانيه متوقعه نهايه احداث الكوارتر الثاني والفري ثرو والاند وان لصالح هلا مصطفى تنجح في تسجيلها وتجعل اول تقدم لصالح نادي سبورتنج في احداث الكوارتر الاول والثاني. 29-28 رضوى محمد عدت بالسيرك بلاي على طول تبدا تسلم ليلي بالهاند اوف لرضوى، سلمت ليلي مره ثانيه، ليلي لرنيم، رنيم في الون ون، رنيم بالهوك، رنيم ما بتسجلش تقع الكره كده وديفنسيف ريباوند عند بيتس اللي بتسلم بدورها على طول، لسه سلمت دورها على طول لريم، ريم موسى، ريم موسى لسه ريم زي ما قلت لكم قلب النادي الاهلي مان تو مان مره ثانيه. هاجر عامر في البيز لاين سلمت اكسترا باص عند ريم موسى، ريم في درايف واحد على واحد تقف وترتكز وتطلع كيك اوت لهاله، هاله على الميديم شوت للمره الثانيه لكن العكسيه على طول تنجح في تسجيل نقطتين تجعل التقدم لصالح نادي سبورتنج بفارق الثلاث نقاط. ادي هنا الكيك اوت من ريم موسى اللي بتشوط على طول هاله مصطفى في اخر 22 ثانيه تنجح في تسجيل نقطتين وتاتي بيهم بالتقدم الاول لصالح نادي سبورتنج بنتيجه 31-28. تايم اوت يطلبه كوتش طارق خيري متوقع 20 ثانيه اعزائي المشاهدين على نهايه احداث الكوارتر الثاني. Thank you.
انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش طارق خيري 28 للاهلي 31 سبورتنج. يمكن في جيم 2 انتهى الكوارتر الثاني 44 للاهلي 37 سبورتنج، وجيم 1 41 39 للاهلي. حيازه اهلاويه اخر 20 ثانيه في احداث الكوارتر الثاني. ميرال اشرف، ميرال تعود للملعب بدل من رضوى محمد، بالهاند اوف مع ليلي لسه سلمت على طول. وادي اوبن شوت، اوبن شوت لكن ما جاتش، تنجح على طول ديفنسيف ريباوند على طول. وادي على طول صافره تنتهي احداث الكوارتر الثاني بتقدم. هنا تواجد كابتن وائل جمعه وكابتن نادر السيد وكابتن علي او الفنان علي ربيع في صفوف المتفرجين لمشاهده المباراه. اعزائي المشاهدين انتهت احداث كوارتر ثاني بتقدم نادي سبورتن على النادي الاهلي بنتيجه 28 الاهلي 31 سبورتن. صراحة قصيرة اعزائي المشاهدين ما بين احداث كوارتر الثاني والثالث، على نعود لكم في بداية احداث الكوارتر الثالث. والان نذهب سريعا الى الاستوديو التحليلي بقادة كابتن هيثم وضيوفه الكرام. كابتن هيثم اليك المايكروفون. شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوف الكرام كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم من صالة الدكتور حسن مصطفى وقناة النادي الاهلي لنلعب جيم 3 فاينل دوري السوبر سيدات موسم 23-24. انتهت احداث كوارتر اول بتقدم النادي الاهلي 19-12، ثم تبادل الفريقان مواقع التقدم واستطاع نادي سبورتنج انهاء الفتره الثانيه والكوارتر الثاني بنتيجه 31-28. استعرض مع حضراتكم كده اهم الارقام داخل الكوارتر الاول الثاني في التوب سكورر او اعلى النقاط تسجيلا، ليلي بسبع نقاط في الاهلي يقابلها هاجر عامر. في الترتيب الثاني رنيم جداوي ست نقاط، تمارا نادر اربع نقاط، اما نادي سبورتنج هلا مصطفى سبع نقاط، نور علي طلعت اربع نقاط. التوب ريباوند بيتس خمسة ريباوند، هاجر عامر ثلاثة، هلا مصطفى اثنين، أما النادي الأهلي رنيم جداوي ونادين سرعاوة وليلي أربعة ريباوند. في الأسيست توب أسيست ميرال أشرف أو التمريرات الحاسمة والمساعدة، ميرال أشرف اثنين، ليلي واحدة، رنيم جداوي أو رنيم موسى، ريم موسى ثلاثة، بيتس اثنين، وأسرار ماجد اثنين. على بركة الله بداية أحداث الفترة الثانية. في الجول للنادي الاهلي 28 محاوله نجح في تسجيل 11 بنسبه 39%، في الجول نادي سبورتنج 31 محاوله نجح في تسجيل 9 بنسبه 29%، اما على 3 بوينت 16 محاوله نادي سبورتنج نجح في تسجيل 3 بنسبه 18%، النادي الاهلي 8 محاولات نجح في تسجيل 2 بنسبه 25%. في الفري ثرو او في الفاول شوتنج 8 محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل 4، 13 محاوله لنادي سبورتنج نجح في تسجيل 10. دي تعليمات كوتش طارق خيري نسمعها ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. مش لازم انا بس Thank you.
من هنا يبقى زيرو انسايد. يا جماعه يلا يا جماعه. خلاص التعليمات الأخيرة، وزي ما شفت حضراتكم حرص على التواجد في المباراة. الصخرة وائل جمعة كابتن نادر السيد والد حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي ونادي الزمالك ووالد تمارا نادر، وأيضا الفنان الكبير علي ربيع متواجدين وحريصين على مشاهدة المباراة. خلاص تعليمات أخيرة من كوتش طارق خيري والكوتش محمد حورس وبداية أحداث الفترة الثالثة والكوارتر الثالث. الأهلي وسبورتنج فاينل دوري السوبر جيم 3. استاذ خالد مرتجي واستاذ محمد الغزاوي والكابتن خالد العوضي متواجدين في مقصورة رئيسية لمشاهدة المباراة. خلاص على بركة الله الحيازة، هنشوف لمين دي احداث الكوارتر. عايز اعرف انا كاميرا كام بقى. تيجي حتى هذه اللحظات 2-0 في البيست اوف 5 او سيريس البيست اوف 5. نتمنى التتويج اليوم بالنادي الاهلي باللقب السادس والعشرين في دوري كرة السلة سيدا. على بركة الله رنيم جداوي دينا عمرو الليلي وميرال اشرف نادين السلعاوي. اولى المحاولات بيك اند رول مع ليلي، تسلم رنيم جداوي، رنيم تقلب الملعب لميرال، ميرال لليلي تحت الباسكت في البيز لاين، الكيك اوت عن دينا، دينا اوبن شوت، دينا في 3 بوينت ما بتسجلش، ليلي سكند شانس سيطر على الكوره كده، اضعلها دينا عمرو، دينا تهوش طلع كيك اوت لميرال، ميرال اوبن شوت ميرال لكن ما بتسجلش، حاول مره ثانيه تقع في ايد جداوي لكن هنا اوت اوف باوند. اهدي يا رنيم، اهدي يا رنيم، اهدي يا رنيم. اسمع تعليمات كابتن رنا. رنيم جداوي كابتن رنا بتقول لها تحذير اخير، اي كلمه ثانيه بتكنيكال. 31 سبورتنج 28 الاهلي، وقلنا المحاولات للنادي الاهلي والاوتسايد لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى منار ايهاب دريم مره ثانيه تبدا الهجمه. ريم في السيت بلاي تسلم لهجر عامر ومعاه هلا مصطفى، سلم هلا وبيتس عادي هنا ريم موسى لهلا مصطفى اوبن شوت هلا على 3 بوينت ما تسجلش، لما على طول دينا عمرو بتقع كده وتسلم على طول لليلي. ميرال اشرف تبدا الهجمه، ميرال ميرال لسه ميرال سلمت لنادين سلعوه، نادين اوبن شوت، نادين 3 بوينت لكن مستعجله كده ما ينجحش في التسجيل، تلم على طول بيتس في الديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه بيتس تتولى رقبتها على طول دينا عمرو. وطبقا بتعليمات كوتش طارق خيري اللي متواجد مع بيتس ما يعملش هنا. عدت ريم موسى لسه ريم سلمت على طول هلا مصطفى، هلا المنار ايهاب عدت منار بالسكرين بنتريشن من ميدل لكن هنا تعمل السيل حاضر على طول عندنا عمرو، دينا تسلم لميرال، ميرال في الاول زاوية، ميرال 1 ان 1 ميرال، ميرال في الاختراقات ميرال لكن ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول هلا مصطفى في اللونج باص على طول لمنار ايهاب، منار هاجر عامر، هاجر في الدرايف الكيك اوت عند بيتس طلب السكرين بيتس عدت معاه هاجر عامر ومعاه رنيم سلمت على طول لمنار ايهاب، هاجر الهاي لو وادي بيقول المحاولات نادي سبورتنج ما بتنجحش في التسجيل، هاجر عامر ميديم شوت شاطت ما بتسجلش، رنيم جداوي ديفنسيف ريباوند ودينا كده وميرال بيقول لها اهدي ونلعب ونرن البلاي. تبدا السيت بلاي على طول عن طريق ميرال اشرف، ميرال درايف ميرال كيك اوت عند ليلي لرنيم جداوي تاخد الميس ماتش على طول سلم لليلي، ليلي حلوه قوي يا ليلي، درايف ليلي راحت ليلي سجلت ليلي ومعاها الاند وان ليلي البولنديه تنجح في تسجيل اولى نقاط احداث كوارتر ثالث وادعي الفارق الى نقطه وحيده 30-31 ومعاها الاند وان للصالح ليلي. سجلت 24 نقطه ليلي 9 نقاط عفوا وادي ميدي اوبن بتاع ده هنا ميديم شوت نجحت في تسجيلها من الاوفنسيف ريباوند رنيم جداوي عشان توسع الفارق الى نقطه وحيده لصالح الاهلي والاهلاويه بعد ما ضيعت ليلي الاندوا. بيتس عدت سلمتها على طول بالسكرين كده واستلمتها ليلي، ليلي تحت الباسكت هلا مصطفى واحد على واحد هلا، هلا راحت بالدرايف لكن ما بتنجحش في التسجيل على طول ديفنسيف ريباوند روعه الروعه عن طريق نادين سلعاوي، نادين
ليلي قطعه حلو قوي، رنين جداوي، رنين فول المحاولات تنجح في تسجيل نقطتين اسيست ولا اروع من ليلي تجعل التقدم فرق 3 نقاط وعوده وكمباك مره ثانيه لصالح الاهلي والعلوي. بيتس تحت الباسكت في درايف واحد على واحد ما بترجعش في التسجيل، تاخد بوزيشن لكن هنا رنين جداوي ديفنسيف ريباوند ولا اروع حاضره على طول، سلم على طول لكن اللاست تاتش على منار ايهاب ولا اوت سايد لصالح الاهلي والاهلاويه. نور علي طلعت تعود الى ارض الملعب بدلا من هاله مصطفى. في تغيير يجري كوتش حورس. الاوت الاخير هو على منار ايهاب، شكرا للاعاده وشكرا لمخرجنا. كيك اوت عند رنيم جداوي، اوبن شوت رنيم لكنه صار دينا عمرو ديفنس اوفنسيف ريباوند سلمت ليه نادين سلعوه. نادين في الاختراقات، نادين كيك اوت عند دينا، دينا درايف واحد على واحد، دينا راحت دينا لكن ما بتنجحش في التسجيل وتنجح انها تحصل على خطا شخصي وفاول على نور علي طلعت اللي لسه نازله بتو شوتس لدينا عمرو الكابيتانو على الفري ثرو الاول. فري ثرو اول ورمي حره اولى لدينا عمرو. دينا على الفري ثرو الاول. تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه دينا. وسع الفرق الى 4 نقاط 35-31. فري ثرو ثاني. لا تسجل. حاول ليلي معاها كده لكن تحجز على طول وتاخد الكوره. نور علي طلعت اللي بتسلم لهاجر، هاجر عدت قبل الثمان ثواني لكن هنا في اشاره بترن اوفر على نور علي طلعت انها ان الكوره باك زون على نادي اسبورتو. اه صح صح قدمها الاثنين عدوا المنطقه الاماميه ورجعت قدم اخرى الى المنطقه الخلفيه، اذا فهي باك زون لكن لو رجل ورجل تتلعب عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. ستيل حاضر على طول وترن اوفر من نادين سلعوه. منار ايهاب 1 ان 1 في الاول زاوية راحت لكن هنا ترتكب معاها رنيم جداوي خطا شخصي وفاول وتو شوتس ورميتين حرتين لمنار ايهاب. بقت النادي الاهلي هنا تغيير الاتجاهات اليورو ستيب وادي هنا الفاول على رنيم جداوي. تو شوتس ورميتين حرتين لمنار ايهاب. تقدم النادي الاهلي بفرق 4 نقاط 35-31 6 دقائق 24 ثانية متبقية على نهاية أحداث الكوارتر الثالث. منار ايهاب فري ثرو أول ورمية حرة أولى تنجح في التسجيل. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لمنار ايهاب. تنجح أيضا في التسجيل. ده الفرق إلى باسكت وحيد لصالح الأهلي والأهلاوية. تبدأ الهجمة على طول. ميرال أشرف. ميرال سلمت لليلي بالهاند أوف سلمت مرة ثانية لميرال. دينا عمرو السلم على الارض من الميدل. دينا في الدرايف واحد على واحد دينا بالفلتر شوت ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول هاجر عامر وتسلم بدورها في الاوتلت لريم موسى. ريم لسه ريم لنور علي طلعت تحت الباسكت. نور 1 ان 1 نور بالباك لياب نور ما بتسجلش نور فين الريباوند يا بنات طلع على طول الكيك اوت لكن هنا الكره دينا عمرو تعمل هنا جامب اولوار والحيازه لصالح نادي سبورت. حيازه لصالح نادي سبورتن واعتقد 7 ثواني او اقل او ازيد لسه هنشوف على زمن الهجمه. هنا في دقيقه شديده كده عملت دايف كده على الكوره. وادي هنا السيل حاضر على طول من ميرال اشرف. ميرال في الاول زاويه ميرال تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. ميرال اشرف وسع الفرق مره ثانيه لاربع نقاط. بيتس اوبن شوت بيتس ما تشوتش شاطت لكن ما بترجعش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند روعه الروعه من نادين سلعاوه وهاجر عامر ترتكب معاه خطا شخصي وفاول لصالح الاهلي والاهلاويه. خطا شخصي وفاول على هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج كابيتانو نادي سبورتنج وخطا شخصي. تخرج هاجر عامر هنشوف مين نزل مكان. بدايه الهجمه عند النادي الاهلي. ميرال اشرف لليلي هاند اوف معاه ميرال. ميرال اوبن شوت ميرال 3 بوينت ميرال لكن ما بترجعش في التسجيل. لكن هنا في ايه؟ في هنا نادين ياسر اللي لسه نازله مكان هاجر عامر رقم 13 ترتكب خطا شخصي وفاول لصالح الملكه. اوتسايد للاهلي.
الاجزاء 22 سنه متبقيه على نهايه الكوارتر الثالث. استلمت على طول دينا عمرو. دينا بالسكرين مع رنيم، دينا في الدرايف واحد على واحد، الكيك اوت عند ليلي، ليلي على 3 بونت 3 بوينت لكن ما بتسجلش، نسبه الاهلي النهارده في 3 بوينت مش قد كده. منار ايهاب استلمت واحد على واحد، منار في الاول زاويه راحت وصلت ما تسجلش، ليلي ديفنسيف ريباوند ولا اروع، ميرال ليه نادين، نادين درايف من الميدل راحت لكن ما بتسجلش، حاول معاها مره ثانيه لكن هنا كانت جايه من الخارج. نادين سلعوة والاوتسايد لصالح نادي اسبورت. بيتس تبدا الهجم مع ميرال اشرف. نادين ياسر لسه نادين، الهاند اوف على طول مع منار ايهاب، منار لسه منار سلمت لبيتس في البيز لاين، بيتس بالستيب باك لكن ضغط عليها كويس قوي. رنيم جداوي، ريم موسى، ريم اخر ثلاث ثواني على اوبن شوت، ريم ما بتسجلش لم على طول. نادين سلعوة بتقول لميرال اجري اجري في الفص بريك، لكن هنا في ايه؟ في صفره هنا وخطا شخصي، لكن هنشوف على مين. كابتن محمد يحيى زكريا بيحتسب خطا شخصي على بيتس رقم ثلاثه والاوتسايد تو شوتس، ده اللي هنشوفه دلوقتي لصالح النادي الاهلي. تو شوتس كابتن محمد سعيد بيحتسب تو شوتس لصالح رنيم الجداوي. تو شوتس ورميتين حرتين لرنيم جداوي في اخر اربع دقائق ونص على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، تنجح في الفري ثرو الاول. رمي حرة أولى نجحها من رنيم الجداوي. بيشرو تاني ورمي حرة تانية. رنيم تنجح أيضا في التسجيل. 39 33 تسعة فرق إلى ست نقاط. ريم موسى تبدأ الهجمة، ريم من تمان لازال النادي الأهلي. ريم سلمت لبيتس. بيتس في الدرايف واحد على واحد. طلعت كيك أوت عند نادين ياسر. لبيتس مرة تانية ضغط عليها ليلي. تحت الباسكت عمل تراب. سلمت لنادين ياسر، نادين كيك اوت اكسترا باص عند منار، منار على الاوبن شوت لكن بعيده ما تنجحش في التسجيل. سكند شانس حاضر عند ناد سبورتنج عن طريق نور علي طلعت، وادي ستيل لكن ما تنجحش فيه. نادين سلعوة لاست تاتش كده على نادين والاوتسايد لصالح ناد سبورتنج. 10 ثواني متوقعه على زمن الهجمه وفي تغيير. بيتزا تخرج تنزل نورهان اشرف. استلمت على طول ريم موسى، ريم ميديم شوت شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. حاولت معاها منار ايهاب لكن الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. ست نقاط هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه. تبدا الهجمه على طول منار ميرال اشرف. ميرال سلم لدينا عمرو. نادين سلعوة درايف سلمت الكيك اوت على طول عند ليلي. ليلي لدينا عمرو مره ثانيه، الاكسترا باص عند نادين، نادين حوش حلو قوي تروح وتصل في الاخير لا تسجل. سكند شانس حاضر من رنيم جداوي اللي بتنجح انها تاخد خطا شخصي وفاول. كوتش طارق خيري وابتسامه كده وتعليمات ومناقشه في التعليمات مع كابتن كريم اسماعيل. ادي هنا السكند شانس من رنيم جداوي اللي بتعمل عليها فاول من نورهان فؤاد رقم 10. رنيم فري ثرو اول تنجح في التسجيل. رنيم جداوي 11 نقطة سجلتهم في المباراة. ساعة الفرق إلى السبع نقاط 40 33. ريسو تانية ورمية حرة تانية تنجح في تسجيلها رنيم جداوي. في تغيير قادم نور علي طلعت تخرج تنزل مكانها هاجر عامر وهتخرج أيضا ريم موسى وهتنزل أسرار ماجد. هاجر عامر سبع نقاط حتى هذه اللحظات في عمر المباراة. أسرار ماجد بداية الهجمة. أسرار معها دينا عمرو. لسه أسرار عدت خرجت بيتس دلوقتي يضغط ليلي لكن ترتكب خطأ شخصي ليلي على النادي على نادي سبورت. خطأ شخصي وفاول على ليلي. أوتسايد لسبورت 41 33. اسرار استلمت سيت بلاي على طول نادي سبورتنج. اسرار في درايف واحد على واحد اسرار راحت وصلت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول وبلوك من رنيم جداوي اللي بتسلم بدورها لليلي. ليلي تعدي بالملعب قبل الثمان ثواني. تبدا الهجمه ليلي. ليلي سلم لميرال اشرف. ميرال بالسكرين مع ليلي تو مانز لكن هوشت حلوه قوي راحت في البيز لاين.
قلبت على طول كيك اوت لسلعوة على الفلوتر شوت، لكن ما بتنجحش في التسجيل. منار هاب ديفنسيف ريباوند، تروح في الاول زاويه 2 على 3. لسه منار طلعت كيك اوت ليه نورهان، لكن الاوتسايد والترن اوفر على نادي سبورتنج والحيازه للنادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي اقل من 3 دقائق على نهايه احداث كوارتر ثالث. تقدم النادي الاهلي بفارق الثمان نقاط 41-33. ميرال اشر سلمت على طول لرونيم ميرال، اوبن شوت ميرال، 3 بوينت ميرال، لكن حظنا النهارده مش قد كده في 3 بوينت. لما على طول ديفنسيف ريباوند على الطريق اسرار ماجد، اسرار لسه اسرار عدت مع هادين عمرو، اسرار ماجد سلمت لنادين ياسر، نادين تلف وترتكس سلم لهاجر عامر، هاجر واحد على واحد هاجر، لكن هنا في خطا شخصي على ليلي رقم 22. تخرج نادين ياسر و منار ايهاب، تنزل مكانهم بيتس وهلا مصطفى. اوتسايد لي سبورتنج سلمت على طول، لكن دينا عمرو تقطع الكره كده وتطلع اوتسايد. بيتس حتى هذه اللحظات 0 بوينت طبقا للاحصائيات اللي على الاونلاين للاتحاد المصري كره السله، 0 بوينت حتى هذه اللحظات. بيتس لسه بيك اند رول مع هلا مصطفى اللي بتروح على الباسكت وتنجح في تسجيل نقطتين تدعي الفارق الى 6 نقاط 35-41. بدات الهجمه عند النادي الاهلي. رانيم جداوي سلمت لليلي، ليلي في الوان اون وان، ليلي كيك اوت معانا دينا عمرو، دينا عدت بالسكرين، دينا سلمت رانيم جداوي، رانيم اوبن شوت، رانيم 3 بوينت، لكن ما بينجحش في التسجيل. حاول معاها كده نادين سلعوة، لكن فص بريك 2 على 2 بقيادة اسرار، تسلم نورهان فؤاد، اوبن شوت نورهان اللي تنجح في تسجيل 3 نقاط تضايق بيهم الفارق الى 3 نقاط لصالح الاهلي والاهلاوية. بداية الهجمة عند ميرال اشرف، اخر دقيقة و40 ثانية متبقاة على نهاية الكوارتر الثاني. دينا عمرو تحت الباسكت لوحدها جدا تنجح في تسجيل نقطتين، ما شفناش الاسيست عند مين، لكن بدات الهجمه على طول حاضره عند نادي سبورتنج. بيتس تبدا الهجمه، بيتس بيتس بالسكرين دبل تيم عليها كده، سلم لهاجر عامر في الاوتلت، هاجر درايف واحد على واحد هاجر بنتريشن، تسلم كيك اوت لاسرار، اكسترا باص عند بيتس، بيتس على اوبن شوت 3 بوينت اي بيتس، وتنجح في تسجيل 3 نقاط ده بيهم الفرق الى فرق باسكت وحيد نقطتين لصالح النادي الاهلي. اخر دقيقه او 5 ثواني على زمن الكوارتر الثالث. بدات الهجمه عند نادين سلعاو، نادين بالسكرين مع رنيم، عدت نادين، لسه نادين تقلب على طول لرنيم جداوي، سلم ليلي تحت الباسكت الانسايد واحد على واحد الكيك اوت، لكن دفاع قوي من نادي سبورتنج تنجح كده على طول تعمل الستيل، لكن هنا في ايه؟ في هنا خطأ على اسرار ماجد بتو شوتس، رميتين لدينا. تمارا نادر تستعد للنزول، نشوفها مره ثانيه كده. خطأ شخصي، لكن دينا اتصرفت كويس جدا وتوقعها كان هايل. اعتقد كده تمارا نادر بدلا من ليلي. ديدي مسجله 9 نقاط في احداث المباراه. تمارا نادر 4 نقاط. توب سكورر في النادي الاهلي هو رنيم جداوي ب 14 نقطة، نادين سلعاوي 4 نقاط، ميرال اشرف نقطتين. دينا عمرو على تنفيذ الفري ثرو الاول. تنجح في التسجيل، 7 نقاط نجحت دينا عمرو في تسجيلهم في احداث المباراة، 3 نقاط يتسع الفارق مرة ثانية. 48 سنة متبقية على نهاية احداث كوارتر ثاني. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لدينا اللي بتنجح في تسجيل نقطتين، نقطة كمان عشان توسع الفارق الى 4 نقاط. اسرار ماجد في بدايه الهجمه لنادي سبورتنج، اسرار لسه اسرار عدت 1 اون 1، لكن هنا في ايه؟ في هنا خطا شخصي وفاول لصالح اسرار ماجد. خطا شخصي وفاول، هنشوف على مين؟ على رنيم الجداوي. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح اسرار ماجد. رمية حرة أولى ناجحة لأسرار ماجد تنجح في تسجيل أداء الفرق إلى 3 نقاط
اسرار على الفري ثرو تاني. لا تسجل. هلا يا مصطفى اوفنسيف ريباوند تنجح فيه على الحصول عليه. تسلم نورهان، نورهان على الاوبن شوت في 3 بوينت لكن اير بول على طول. تلم ديفنسيف ريباوند عن طريق ميرال اشرف. ميرال تبدا الهجمه. ميرال لسه ميرال اخر ثواني احداث الكوارتر الثالث. 10 ثواني على زمن الهجمه، 16 او 15 ثانيه على زمن الكوارتر. ميرال اشرف تغيير اتجاهات حلو قوي لكن هنا البلوك حاضر عن طريق هاجر عامر. وتبقى 10 ثواني على زمن الكوارتر و4 ثواني على زمن الهجمه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه كده. تمر نادي للرنيم جداوي. رنيم اوبن شوت، رنيم 3 بوينت، رنيم لكن ما بترجعش في التسجيل. بيتس على طول تلم ديفنسيف ريباوند ولسه بيتس، لسه بيتس تقلب على طول نورهان فؤاد. نورهان بتشوط على اوبن شوت مع البازر بيتر تنجح في تسجيل ثلاث نقاط عشان تاتي بيها بالتعادل 45-45. تعادل الفرقتين ببازر بيتر كده. شوطه اخيره مع البازر بيتر نورهان فؤاد اللي بتنجح في تسجيلها في الثانيه الاخيره واللحظه الاخيره وتجيب التعادل 45-45. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر ثالث ورابع ونعود اليكم في الفصل الاخير لنهائي دوري المرتبط نهائي دوري السيدات ممتاز جيم 3. انتهت احداث الراحه ما بين الفريقين. 10 دقائق يا بنات، 10 دقائق يا ابطال. طبعا تعليمات كوتش طارق كانت هي الديفنس وكيف وكيفيه استقبال نورهان فؤاد اللي الثلاثه اوبن شوت والثلاثه نجحت في تسجيلهم. الهيئات بيهم الفارق 10 دقائق على التتويج، 10 دقائق على اعتلاء القمه، 10 دقائق باذن الله على اعتلاء منصه المركز الاول و الفوز بدوري السيدات موسم 23-24. على بركة الله بداية أحداث الكوارت الرابع والفصل الأخير في هذه المباراة. الحيازة أهلاوية ضغط من نادي سبورتي سلمت على طول نادين لليلي، ليلي دينا، نادين رنيم وميرال أشرف خماسي اللي بدأ بيه كوتش طارق خيري. دينا عم سلمت لليلي في الوان ان وان ومعاه بيتس لفت ارتكزت لكن هنا مخالفة المشي بالكرة ووكوا ترافلينج على ليلي واول ترن اوفر في احداث الكوارتر الرابع. تحت احداث الكوارتر الثالث بتعادل الفرقتين 45-45 بعد الثلاثيه مع البازر بيتر لنورهان فؤاد لاعيبه نادي اسبور. بيتس تبدا الهجم. بيتس لسه معاه الكوره. بيتس بيتس مضغوط عليها سلمت لهالا مصطفى. هالا عايز تعمل هاي لو مع هاجر عامر. هالا دورت على نورهان فؤاد، نورهان عدت بالكروس اوفر سلمت في الكيك اوت لاسرار ماجد، اسرار على الاوبن شوت تنجح في تسجيل اول ثلاث نقاط ليها في احداث الكوارت الرابع، اول نقاط ليها في احداث المباراه عامه. دبل دريبل ثاني تيرن اوفر على ليلي. تيرن اوفر ووك، تيرن اوفر دبل دريبل والحيازه لنادي سبورتن، تقدم نادي سبورتن فرق ثلاث نقاط. اوتسايد سبورتنج استلمت بيتس على طول تتولى رقابتها المره دي هي دينا عمر.
بيتس عدت، لكن هنا اوفنسيف فاول تنجح في الحصول عليه لاعبات النادي الاهلي، واوفنسيف فاول على بيتس. خطا مهاجم على بيتس لعيبه نادي سبورتنج. بدات الهجمه عند النادي الاهلي. مرال تبدا السيت بلاي. مرال عدت بالسكرين مع رنيم. تقلب على طول ملعب لليلي. ليلي سلمت لنادين سلعوه. نادين استجر سكرين. نادين لسه. نادين سلم لدينا عمرو. دينا ليلي تحت الباسكت سيطر على كورتها. تهوش حلو قوي رايحه بالدرايف تلف وترتكس تستخدم اللوحه مع البزر بيتر تنجح في تسجيل نقطتين. ده الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي سبورتنج. يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه. ضغط من النادي الاهلي على نادي سبورتنج. استلمت على طول هاله مصطفى. تبدا الهجمه هاله. سلم لاسرار ماجد. اسرار لهاله مره ثانيه بالسكرين عدت. اسرار تحت الباسكت ستيل حاضر من البرج العالي رنيم الجداوي. رنيم في الهول زاويه لنادين سلعوه مستعجله نادين لكن اوبن شوت روعه الروعه. نادين سلعوه بتقول لي يا كابتن احمد انا حاضره هنا. ثلاث نقاط تنجح في تسجيلهم نادين سلعوه توسع الفرق مره ثانيه الى فرق نقطتين للصالح الاهلي والاهلاويه. 50-48 تايم اوت يطلبوا كوتش محمد حورس. ادي 3 بوينت اهي من الفيرست باص على طول تنجح في التسجيل. رياكشن ولا اروع لنادين سلعوه. كوتش محمد حورس يطلب تايم اوت. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ايه عندي في الازمه اللي انا اطلع 40 دقيقه فوق السيكونس اجريسيف هارد الترانزيشن الفاضي ياخد الكوره هيد اجين هيد اجين سيبي هاجر اللي مش هاجر ماسكاه يعني هاجر هنا وقال هنا ستيريون بول تاتش سويتش ايدي تمام 1 ان 1 وانا بلعب 1 ان 1 ثالث اوبشن انا شايف كوتش حصل هيد اكسترا باص انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد حورس. التعليمات الاخيره كوتش طارق خيري والكوتش محمد حورس. عوده رضوى محمد مره ثانيه الى الملعب بدلا من دينا عمرو. كابتن رامي خالد الحكم المتواجده في ارض الملعب الحكم الثالث. رضوى محمد هتتولى القاب بيتس. اسرار ماجد في بدايه الهجمه. اسرار لسه اسرار معاها الكره تبحث عن هاجر عامر. هاجر لهلا مصطفى مره ثانيه. لسه هلا مصطفى حاول تلعب ال1 1 راحت بشمالها وصلت نجحت سجلت اتت بالتعادل مره ثانيه. اكبر فروقات في النادي الاهلي النهارده في السكور كان 8 بوينت لصالح النادي الاهلي اما نادي سبورتنج كان 3 نقاط. رضوى محمد وسعت الملعب. لسه رضوى سلمت نادين سلعوه. نادين بالسكرين. نادين لسه نادين تقلب الملعب على طول ليه رضوى. رضوى تحت الباسكت ليه رنيم جداوي. رنيم قطع لها ليلي حلوه قوي سلمت الكره وراحت وصلت لكن ما بتسجلش زق الكره وتصل الى رنيم جداوي تراي على الباسكت ما بتنجحش في التسجيل لما على طول نادي سبورتنج عن طريق اسرار ماجد. اسرار تبدا الهجمه. لسه اسرار ماجد. اسرار معها نادين سلعوه تسلم لهجر عامر. ليلي تتولى رقبتها هلا مصطفى على الاوبن شوت لكن تبحث عن بيتس. بيتس بالهاند اوف على طول تستلم بتقول لها انزلي في الميس ماتش. بيتس من الاوبن شوت 3 بوينت لكن ما بتسجلش دم على طول. رضوى محمد. رضوى تطلع من الملعب معاها نورهان فؤاد. رضوى تهدى على ملعبها تبدا السيت بلاي والهجمه من اول وجديد. رضوى محمد سلمت لرنيم. رنيم كيك اوت اكسترا باص وادي اوبن شوت من نادين السلعوه. ثلاث نقاط روعه الروعه السلعوه في المكان والميعاد المظبوط في الكوارتر الرابع. ست نقاط نجحت في تسجيلهم نادين السلعوه من نفس المنطقه في الثري بوينت. نادين توسع الفريق الى ثلاث نقاط للاهلي والاهلاويه. تحت الباسكت هلا مصطفى السكيب باس عند نورهان فؤاد. نورهان بالفلوتر راحت وصلت نجحت سجلت ضيقت الفرق الى نقطه وحيده لصالح النادي الاهلي. 53-52 رضوى محمد تبدا الهجمه. رضوى لسه رضوى تحت الباسكت. رنيم جداوي حاول معاه كده تخطف وادي هنا رنيم بخبره السنين
تعمل البوكسين صح وتاخد الكره وتلف وترتكز وتنجح في تسجيل نقطتين توسع الفرق مره تانية الى الثلاث نقاط 55-52 للاهلي والاهلاويه. اسران ماجد لبيتس ضغط عليها رضوى تقلب الملعب على طول لهلا مصطفى. هلا في البيز لاين عند اسرار، اسرار على الاوبن شوت ما بتسجلش، تحاول معاها رضوى محمد اللي بتنجح في الديفنسيف باوند وبتطالب كده بالهدوء تسلم لنادين لرضوى مره ثانيه. رضوى سيب بلاي النادي الاهلي. رضوى محمد تاخد سكرين من رنيم. ليلي على طول في السكيب باس تعلق النادي لرنيم، رنيم في ال1 اون 1، رنيم بشمالها رنيم راحت رنيم سكند شانس رنيم روعه الروعه يا رنيم تنجح في تسجيل نقطتين. تراي اولى ما نجحتش حفرت عليها وراحت للتراي الثانيه ونجحت في الاوفنسيف ريباوند وتسجل نقطتين. خمس نقاط هو الفرق. هاجر عامر واحد على واحد هاجر راحت وصلت لستير روعه من رنيم الجداوي وبتطلع اوتسايد للصالح نادي سبورتنج. هلا مصطفى تخرج تنزل نور علي طلعت روتيشن جري كوتش محمد حرس واسرار تخرج وتنزل ريم موسى. الاوتسايد لسبورتنج بيتس على تنفيذ الاوتسايد. فريده وائل بدلا من رنيم الجداوي. اوتسايد لسبورتنج بيتس طلعت قبل خمس ثواني سلمت ريم موسى. ريم موسى في بدايه الهجمه انتصاف احداث الكوارت الرابع. ريم قابلتها حلوه قوي ليلي وادي الاكسترا باص عند بيتس. بيتس على اوبن شوت في 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط ده الفرق الى نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه. بدايه الهجمه عند رضوى محمد. رضوى رضوى تسلم لمرال بالهاند اوف على طول تستلم رضوى مره ثانيه. رضوى بالسكرين رضوى لفريده وائل تحت الباسكت ليلي. ليلي في ال1 اون 1 ليلي ليلي هوش حلو قوي ليلي بشمالها روعه الروعه نموذج للفيك نموذج للفوت وورك نموذج للباسكت تنجح بهدوء وثبات اعصاب. ليلي في اضافه نقطتين لصالح الاهلي والاهلاوي. هاجر عامر راحت على الباسكت ما بتسجلش تلم على طول مرال اشرف ديفنسيف ريباوند مرال في الاول زاويه تقلب على طول نادين سلعوه نادين نادين راحت ما سجلتش مرال اشرف سكند شانس راح على الباسكت ما بتنجحش في التسجيل لكن هنا في قرار صحيح خطا شخصي وفاول على نادين السلعوه تجاه بيتس. اوتسايد لصالح نادي سبورت. رضوى محمد تشوف نزل مين مكانها. رنيم عادت الى ارض الملعب مره ثانيه. بدايه الهجمه عند ريم موسى تبدا الهجمه ريم لسه ريم معاها الكوره. ريم لبيتس لريم مره ثانيه لبيتس على اوبن شوت بيتس على 3 بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط بيتس عشان تضيق الفارق الى نقطه وحيده 58-59 للاهلي والاهلاويه. فريده وائل سلم على طول لليلي ليلي بالهاند اوف مع ميرال ميرال اشرف ميرال اوبن شوت ميرال 3 بوينت ميرال لكن ما بترجعش في التسجيل لما على طول نور علي طلعت وتسلم بدور على طول لريم موسى. ريم تقلب الملعب لبيتس بيتس في الدرايف واحد على واحد لكن هنا في خطأ شخصي وفاول على رنيم الجداوي. بيتس هنا بتطالب انها الكاونت تتحسب خطأ شخصي وفاول على رنيم الجداوي. كابتن رانا كانت الصافرة قبل المحاولة والاوتسايد لصالح نادي سبورتنج. خرج ميرال اشرف استرد نفسها بس بعض الشيء ونزلت مكانها رضوى محمد. نقطة وحيدة فرق لصالح النادي الاهلي. بيتسا طلع الاول
سلم على طول، لكن ليلي تعمل ستيل، حاضره في الستيل، رايحه في الستيل، رايحه وتسجل نقطتين توسع بيهم الفارق الى 3 نقاط من طريق ليلي. ضغط حلو قوي من ليلي تنجح في تعمل انها تعمل ستيل. ريم موسى سلم على طول نورهان فؤاد لريم مره ثانيه. ريم هاجر عامر تحت الباسكت، تلف حلو قوي وتروح على الباسكت لكن ما بتسجلش، تحاول معاها مره ثانيه، لكن هنا اللاست تاتش على مين؟ اللاست تاتش على نادي سبورتنج اوتسايد لصالح النادي الاهلي. جينا حلمي ونادين ياسر لاعبات نادي سبورتنج، والاوتسايد اهلاوي. 3 نقاط بفضل ليلي اللي نجحت فيه الستيل الاخير ونجحت في الاولز اواي تسجل نقطتين. 3 دقائق متبقيه على نهايه احداث الفتره الرابعه والكورت الرابع والمباراه. ليلي او نادين سلعوه بالهاند اوف بتقول لها قطعي، لو كانت قطعت كانت على طول الباصه وصلت على الباسكت، لكن تعمل السيل على طول. ريم موسى، ريم موسى تقف وعلى الميديم شوت، شوت ما بتسجلش، حاول معاها كده فريده وائل تصل الى ريم موسى. تبدا الهجمه ريم، تبحث عن بيتس، بيتس على 3 بوينت، بيتس على اوبن شوت، شاطت لكن ما بتنجحش في التسجيل. رضا محمد على طول ديفنسيف ريباوند، تروح 3-1 تسلم لنادين السلعوه، متهوش حلو قوي وتسلم لليلي. ليلي تقلب الملعب لرضوى، رضوى في البنتريشن، رضوى 1-1 سلمت لي رنيم جداوي تنجح في التسجيل نقطتين بعد اسيست روعه الروعه من رضوى محمد. تنجح في تسجيل نقطتين توسع بيهم الفرق الى 5 نقاط. رضوى محمد ما تبعدش في الكوره، ما تبعدش في البنتريشن، لمعت رنيم جداوي سلمتها الاسيست، رنيم قالت لها شكرا، وادي 5 نقاط فرق لصالح النادي الاهلي. تايم اوت تطلبوا كوتش حورس، تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. تايم اوت اللي طلبه كوتش حورس. توب سكورر في النادي الاهلي هو حتى هذه اللحظات رنيم جداوي 20 نقطه وراها ليلي 15 نقطه، عامله 2 اسيست ليلي، ثالثهم هو نادين السرعاوي. اما توب سكورر حتى هذه اللحظات في نادي سبورتنج هقول لحضراتكم حالا، اعلى مسجلين من النقاط في نادي سبورتنج هو بيتس ب 11، بيتس 9 نقاط ونورهان فؤاد 11 نقطه. أكبر تقدمات على النادي الأهلي على نادي سبورتنج في أحداث المباراة 8 نقاط، أما نادي سبورتنج 3 نقاط. الأهلي مسجل 13 نقطة من التيرن أوفر و 38 نقطة من البنت إيريا. البنت إيريا هي منطقة أسري سكن. آخر 221 ثانية متبقية على نهاية أحداث الفترة الرابعة والمباراة. يضغط النادي الأهلي في البريس فول كورت 225 ثانية، مان تو مان بريس فول كورت. استلمت على طول ريم موسى، بتولى رقبتها على طول فريده وائل، فريده وائل، ريم عدت ريم قبل 8 ثواني، لكن هنا خطا شخصي وفاول على ريم فريده وائل. اوتسايد لصالح نادي سبورت. عادت ميرال اشرف مره ثانيه الى ارض الملعب. خرجت رضوى محمد. اوتسايد لسبورت. بيتس هتطلع على طول وتسلم لريم موسى. ريم في بدايه الهجمه في السيت بلاي، ريم تبحث عن بيتس، بيتس تبحث عن 3 بوينت، تاخذ السكرين، تضغط عليها، ميرال تتولى رقبتها تسلم ريم موسى، ريم حاول تعدي ريم، لسه ريم معاها الكوره، سلم لبيتس تحت الباسكت لكن بلوك ولا اروع من السد العالي من رنيم جداوي، لكن هنا السكند شانس حاضره عن طريق نور علي طلعت اللي بتسجل نقطتين وده الفرق الى 3 نقاط. ميرال اشرف مضغوط عليها، ميرال سلمت لليلي 15 نقطة ليلي، باك دور ولا اروع من ليلي على طول لصالح نادين السلعوه اللي بتقول لها شكرا على السيست، شكرا على الهدية، وسعت الفرق مرة ثانية إلى 5 نقاط. روعة الروعة على السيست، جمال الجمال من ليلي مقدمها النهاردة خاصة في الكوارتر الرابع. ريم موسى
البحث عن بيتس، بيتس تطلع فاضيه لكن فريده وائل معاها، والايربول تلم على طول ديفنسيف ريباوند على الطريق، نادين سلعوه تهدى على ملعبها وتبدا السيت بلاي وبراحتها تاخد زمن الهجمه 24 لاخرها. كوتش طارق خيري اوصى بهذه التعليمات في التايم الاوت، التايم الاوت الماضي. باصات سريعه من النادي الاهلي تنتهي عند فريده وائل تحت الباسكت على طول، رنيم جداوي تسيطر على كورتها لسه رنيم، لكن هنا تيرن اوفر مخالفه المشي بالكره على رنيم الجداوي والاوت سايد في حيازه نادي سبورتنج. اسرار ماجد تعود الى ارض الملعب. كوتش حرس نزل كل الاوراق اللي بتشوط 3 بونت، بيتسي ونورهان فؤاد هاجر عامر معاهم واسرار ماجد، اربعه من اصل خمسه عندهم برسنتج كويسه على 3 بوينت يقدر يلاقي بيهم الفرق في اي لحظه. هذا يتطلب من النادي الاهلي التركيز والانتباه في الديفنس. بيتس تبدا الهجمه، تسلم على طول نور علي طلال لاسرار ماجد، اسرار تبحث عن بيتس، بيتس يتبدل عليها كده، وادي بيك اند رول مع اسرار ماجد، طلعت الكيك اوت نور علي طلعت رايحه بدرايف واحد على واحد، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على رنيم الجداوي. خطا شخصي وفاول على رنيم الجداوي عن طريق نور علي طلعت. نور علي طلعت على الفري ثرو الاول والرمي الحر الاول. نور علي طلعت. تنجح في التسجيل. 12 نقطة مسجلاهم أو عفوا خمس نقاط مسجلاهم نور علي طلعت على في أحداث الكوارتر في أحداث المباراة. نور علي طلعت والفري ثرو الثاني. تنجح أيضا في التسجيل ده الفرق إلى ثلاث نقاط. 48 سنة متوقعة نهاية المباراة. يضغط نادي سبورتنج. تعدي على طول نادين سلعوة. تاخد الهجمة لآخرها. لسه نادين، نادين سيطر على الكرة، نادين تقع. وأدي الحيازة والخطأ، هنا الحيازة الجامبول. هنشوف إيه الحيازة لسبورتنج. الحيازة لسبورتنج. لاعبات نادي سبورتنج بيعترضوا إن يقول نادين سلعوة، لكن كوتش طارق، كوتش طارق خيري هل هيلجأ إلى التشالنج ويراجع الأي آر إس؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. الحيازة لنادي سبورتنج. لكن هل كوتش طارق خيري هيلجا الى الاي ار اس؟ ده اللي هنشوفه، لكن خلاص يقول كوتش كريم بيقول لهم اضغطوا. ثلاث نقاط هو الفارق. اسرار ماجد لسه معاها الكره. اسرار اخر الثواني في عمر المباراه. بيتس عايزه تشوط، بيتس بالفيد اوي شاطت، لكن هنا ما بترجعش في التسجيل. اللاست تاتش على هاجر عامر، لكن الكوتش بيحتسبها على حكام المباراه، بيحتسبوها على النادي الاهلي. تايم اوت يطلبوا كوتش حورس. اخر 23 ثانيه متبقيه في عمر واحداث المباراه، وتايم اوت لكوتش محمد حورس. اعتقد كوتش طارق خيري ليه 2 تايم اوت. 23 سنه متبقيه. تعال نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اخد 100% في اي حته هنا، اخد ان شاء الله شيست كده، ما تاخدش مني بيس لاين. بيتزا او نوران سويتشات، كلنا سويتشات، تمام. سكرين يوم بول سويتش هيتش، تمام. لو رايحه تحط ليا وانا مش لحقاها سيبيها تحط ليا، مفيش وان مور. او وانا هلحقها قبل ما اجيب بدري ياخد تي شوت. تمام احنا عندنا يا ابني خد منتخب مصر يا ابني. لو ما جابوش باص في الكوره معانا مش مستعجل في الترانزيشن. لو جت خلاص انتهى التايم اوت اللي طلبه الكوتش محمد حرس. وزي ما سمعنا حضراتكم كده مع تعليمات كوتش طارق خيري، واحد الهيدج سكرين. يعني ايه هيدج سكرين؟ يعني اي لعيب يتعمل له سكرين، لعيب النادي الاهلي لازم يطلع يقابل اللي معاه الكوره على طول، ما يديلوش فرصه التفكير انه يخلق اي اوبشن يروح على الباسكت. ده اول تعليمات. ثاني التعليمات لو ما لحقتيش اي لعيبه رايحه على الباسكت سيبيها، مش عايز الانجل وان، سيبها تجيب باسكت. لو معانا الكوره كمل الهجمه للاخر، ما تخافوش، احنا معانا 2 تايم اوت. 2 تايم اوت ده ملخص اللي قاله كوتش طارق خيري. تعالوا نشوف
متبقى 14 ثانية على زمن الهجمة و23 ثانية وجزئين من الثانية على زمن المباراة. الكرة في حيازة سبورتنج والأوتسايد لصالح سبورتنج. الأعصاب متوترة. وادي هنا باسكت ما سجلهاش. مرال أشرف ترتكب خطأ شخصي بتو شوتس لصالح نور علي طلعت. تو شوتس النور علي طلعت 22 سنة متبقية. نور على الفريسو الأول لا تسجل. أظل الفارق ثلاث نقاط كما هو. فريسو ثانية ورمية حرة ثانية لنور علي طلعت. رمية حرة ثانية وفريسو ثاني لنور علي طلعت. تنجح في التسجيل ده الفارق إلى باسكت وحيد. تايم أوت يطلبه كوتش طارق خيري. تعالوا نسمع تعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اللي طلبه كوتش طارق خيري 22 ثانيه متبقيه على نهايه المباراه. اعتقد كابتن طارق خيري ليه تايم اوت كمان. ثلاث نقاط هو الفرق لصالح الاهلي والاهلاويه 65 63 22 ثانيه وجزء وحيد من الثانيه على نهايه المباراه. زي ما سمعنا التعليمات كوتش طارق خيري هيطلب ياخد الكره من اول ما من ملعبه عادي عشان ياخد الهجمه كامله 24. هيضغط نادي سبورتنج طبعا. كوتش طارق خيري طلب منهم تعليمات الخروج من الاوتس من البريس زي ما قال له. استلمت على طول نادي سلعوة بالباص لكن هنا بيتس تعترضها بخطا شخصي وفاول. تو شوتس والاوتسايد ده اللي هنشوفه دلوقتي. اوتسايد استلمت على طول ميرال فاول جيم. خطأ المرة دي على نور علي طلعت. لسه مش تو شوتس. اوتسايد اهلاوي مرة تانية. سلمت على طول نادين. نادين لكن هنا في فاول مرة تانية على اعتقد اسرار ماجد. الفاول جيم ما زال. اوتسايد للمرة الثالثة او الرابعة. لسه هنشوف. اوتسايد استلمت رنيم جداوي. لسه رنيم سلمت لفريده وائل. عدت فريده بيتعامل معاها سكرين بقى فاول وهنا خطا شخصي على هاجر عامر. وكوتش حورس بيطلب التشالنج بيقول اي ار اس لانها ووك. هو بيطلب الاي ار اس بيقول ووك على رنيم جداوي. كابتن محمد سعيد وكابتن محمد يحيى زكريا بيراجعوا كابتن احمد الفلكي مراقب المباراه. هنشوف فاول. خلاص كابتن محمد يحيى زكريا قال انها فاول على هاجر عامر. خطا شخصي وفاول على هاجر عامر. حوار ما بين كوتش
الفرص والكابتن احمد الفلكي مراقب المباراه. كابتن اسلام وحيد على الاي ار اس. الفار ما زال دائرا وسنعود الى المباراه. فاول وخطا شخصي على هاجر عامر وتغيير يطلبه كوتش حورس. هتخرج منار ايهاب وتنزل مكانها نور علي طلعت وتو شوتس لفريده وائل. رميتين حرتين لفريده وائل 14 ثانيه على زمن المباراه. فريده على الفريش الاولى ولا الرميه الحره الاولى لا تسجل. فريش رو ثانيه ورميه حره ثانيه لفريده وائل. تنجح في التسجيل. هنا في تايم اوت ولا ايه هنشوف؟ لا ما فيش تايم. في تغيير. اسرار ورين موسى نزلوا الملعب. يضغط النادي الاهلي. البحث عن بيتس. استلمت بيتس فعلا. عدت قابلتها على طول مرال اشرف. عدت بيتس 10 ثواني لسه بيتس سلم على طول لرين موسى. ريم هوش على لوبن شوت في 3 بوينت تنجح في التسجيل. تأتي بها بالتعادل تروح على طول الكرة والشوطة الأخيرة لكن لا تنجح في التسجيل عشان تنتهي المباراة بتعادل الفرقتين 66-66. نلجأ بها إلى إكسترا تايم. 3 بوينت نجحت في تسجيلها اللاعبة ريم موسى عشان تأتي بها بالتعادل. أدي هنا 3 بوينت في آخر 4 ثواني ونص نجحت في تسجيلها. نرجع للتايم اوت اعزائي المشاهدين والاكسترا تايم. لكن هنا في حاجه واضح ان في حاجه انا مش عارف في ايه بالظبط يعني. خلينا كده نشوف في حوار كده ما بين كابتن محمد سعيد ومحمد كابتن محمد يحيى زكريا. في اعتراضات من قبل الفريقين. نشوف في ايه. كابتن محمد زكريا يحيى زكريا هنشوف. واضح ان في حاجه في الاي ار اس. يتم اللجوء من قبل الحكام للاي ار اس. هنشوف. لكن هنا على انهي لعبه وايه اللي حصل. لكن خلينا مع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. على شوطه وبنتريشن. ذا سيم تايم ان ران ليف. والسرعاوي جاي تعالى اعمل لي باك سكرين لرانين. ديلي هات فوق باك سكرين. اوكي تاني رانين سكرين للسرعاوي حتى لو تيجي هنا تمام. في نفس الوقت عامل سكرين لهاجر. لو هل هو كده ما حسبش الثلاث نقاط ولا ايه ولا التايم اوت؟ انا يعني مش عارفين بصراحه. يعني هنشوف في ايه اللي حصل. ده اتفضل 3 ثواني دلوقتي. احنا عايزين نعمل 5 دقايق يا جماعه. هم على اللوحه متبقي 3 ثواني. 5 دقايق يا جماعه. اي فاول لما دخلنا كده هو ما يمشي كده. انت هتقدر كده اي فاول. لكن خلينا مع التعليمات. سوري بس انا القرار ده انا خليته شوط كان فاول يعني. وانا فاول شوط تاني. انا خلاص 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 موشن تمام. ونهدى 5 دقايق فيهم كلنا موشن ليلي. ليلي هنا باص الصدر سكرين هنا يا شباب مش تحت قوي كده هنا عشان يبقى عندها سبيس هنا قوي ده في موشن تمام. بس دي في التأكيد زي الاول هيتش بيتس مور هيتش على بيتس او على نورهان. الباقي هيل اند جود ران. يلا يا جماعه ان شاء الله.
انتهت خلاص فترة الراحة ما بين الكوارتر الرابع والاكسترا تايم او الاوفر تايم. 66-66 تعادل الفريقين في اللحظات الاخيرة عن طريق ريم موسى. 1-2-3 اهلي. ان شاء الله الجيم ده بتاعنا كوتش طارق خيري زي ما حضراتكم سمعتوا، وعلى بركة الله نبدأ الكوارتر الاوفر تايم. ليلي، فريدة وائل، نديم سرعوة، نديم جداوي، ميرال اشرف، خماسي النادي الاهلي، اما خماسي نادي سبورتنج، نور علي طلعت، هاجر، عامر بيتس، اسرار ماجد، وريم موسى. تكنيكال فاول هنا وهنا على البنش او على المدربين. تعليمات كابتن محمد سعيد، اي اعتراض اخر تكنيكال فاول. بدات احداث الاوفر تايم. العب يا اهلي. استلمت على طول رنيم جداوي، تبدا الهجمه رنيم في السيت بلاي. رنيم هاند اوف على طول مع نادين سلعوه، هاند اوف مره ثانيه مع فريده وائل، تاخد سكرين فريده وائل، بيك اند رول، لكن سلمت الرنيم تحت الباسكت، درايف على طول، فلوتر شوت، روعه الروعه، لكن ما بتسجلش سكند شانس على طول، كيك اوت لميرال، ميرال اوبن شوت، ميرال اشرف تنجح في تسجيل ثلاث نقاط تفتتح بيهم الاوفر تايم، ثلاث نقاط فارق للصالح الاهلي والاهلاويه. يبدا النادي سبورتنج الهجمه مان تو مان النادي الاهلي. ريم موسى، ريم سلم على طول لبيتس، بيتس بالسكرين على طول، الهيدج سكرين هنا بقى على طول، قابلت بيتس على اوبن شوت ما سجلتش، تصل الى ليلي، ليلي تهدى على ملعبها وتسلم على طول ليه نادين السعر. ميرال تبدا الهجمه لليلي، ليلي باك دور ولا اروع للمره الثانيه مع نادين سلعوه، هو هو نفس الدور، هي هي نفس المنطقه، هي هي نفس النقطتين، توسع الفريق مره ثانيه الى خمس نقاط للاهلي والاهلاويه. ريم موسى درايف واحد على واحد، ريم بيك اند رول مع هاجر، كيك اوت لاسرار، اكسترا باس عند نورهان، نورهان درايف واحد على واحد، نورهان، نور علي طلعت ما بتنجحش في التسجيل، سكند شانس على طول عند هاجر اللي بتنجح في تسجيل نقطتين وتسجل وتقرب الفارق الى ثلاث نقاط. رانيم ميرال اشرف سلم لليلي، ليلي ليلي حلو قوي يا ليلي، ذكاء خارق من ليلي، تنجح في تسجيل نقطتين، اعتمد الكل على انها تسلم الهاند اوف لرنيم، لكن على طول بتخضع الكل وبتأدي أداء زي الفل وتسجل النقطتين وتوسع الفرق مرة تانية إلى خمس نقاط. خطأ شخصي وفاول على ميرال أشرف. تو شوتس لصالح ريم موسى. نور علي طلعت تخرج تنزل مكانها على مصطفى. ريم موسى خمس نقاط في جعبتها مسجله حتى هذه اللحظات. ريم فري ثرو اول تنجح في التسجيل، ده الفرق الى اربع نقاط. ثلاث دقائق 25 سنه متوقعه لنهايه احداث المباراه والكوارتر الاوفر تايم. فري ثرو ثاني ورميه حره ثانيه لريم موسى، تنجح ايضا في التسجيل، ده الفرق الى ثلاث نقاط. يضغط نادي سبورتنج. ميرال اشرف جالها سكرين على طول من رنيم جداوي، وتعدت قبل الثمان ثواني، سلمت لليلي، ليلي ليلي الهاند اوف على طول مع نادين، نادين لسه نادين مع الكوره، نادين بالسكرين مع رنيم، رنيم اللي بلاك كوره لكن تر اوفر وبات باص كده على نادين سلعوه، تسلم لبيتس، بيتس 1-1 بيتس، بيتس بالدرايف تقعد تقع منها كده تصل الى فريده وائل، فلسطين فريده وائل، تسلم لميرال اشرف، قطعها جيف اند جو، لكن لاست تاتش على مين؟ هنشوف دلوقتي كابتن محمد سعيد قال اللاست تاتش على اسرار ماجد والاوت سايد لصالح النادي الاهلي. اوت سايد للاهلي والاهلاويه. هنشوف خلينا مع الحكام. اي ارس مراجعة للاي ار اس كابتن محمد سعيد وكابتن محمد يحيى زكريا.
لكم بعد مراجعة الأيرس. فعلا الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. كانت اللاست تاتش كده مخرجنا عادها لنا، اللاست تاتش كانت باينه على اسرار ماجد، والاوتسايد لصالح النادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. تقدم النادي الاهلي بفرق ثلاث نقاط. استلمت على طول. فريده وائل. فريده. لنادين سلعوه. نادين لفريده. فريده هوشت عدت بنتريشن بيمينها فريده تنجح في تسجيل نقطتين علت الفرق مره ثانيه الى خمس نقاط. فريده وائل ويلي تنجح في اضافه نقطتين وادي بنتريشن وجود ما فيش دفاع كده لكن ما جاتش تستلم على طول. ميرال اشرف من ليلي لميرال. ميرال بكروس اوفر ولا اروع سلم على طول تحت الباسكت فريده وائل لكن بلوك معمول والاوت سايد لصالح النادي. البلوك حاضر من طريق عن طريق اسرار ماجد. ادي هنا مره ثانيه فريده ويلي وادي الفيك حلو قوي وادي الدبل جامب وراحت على الباسكت سجلت النقطتين وسعت الفرق الى خمس نقاط. اوتسايد للاهلي والاهلاويه. متبقي دقيقتين و20 سنه تقريبا على نهايه احداث المباراه في الاوفر تايم. نادين سلعاوي. نادين بالسكرين مع رنيم. نادين تقف سلمت لليلي. ليلي على الاوبن شوت. ليلي 3 بونت ما بتسجلش. استلم على طول هجر عامر وتسلم بدورها على طول لريم موسى. تبدا ريم موسى الهجمه. ريم موسى سلم على طول لهاجر عامر. بيتس تتولى رقبتها على طول فريده وائل. قطعت. وادي هنا هلا مصطفى تستخدم الثري بوينت وتنجح في تضييق الفرق الى فرق باسكت وحيد لصالح الاهلي والاهلاويه. 73 75 لصالح النادي الاهلي. متبقي دقيقه و50 ثانيه على نهايه المباراه. ليلي بالهاند اوف لسه ليلي معاه كوره سلمت لميرال. ميرال تحت الباسكت 1 ان 1 ميرال راحت لكن هنا في ايه في بلوك من بيتس على طول تاخد الكره وتلم الديفنسيف ريباوند. بيتس سلم ليه ريم موسى. ريم في درايف واحد على واحد. ريم طلعت كيك اوت لكن هنا تصل الى بيتس. بيتس مضغوط عليها تقلب الملعب لهلا مصطفى لسه مسجله ثلاث نقاط ضيقت بيهم فرق الى نقطتين. هاله في الدرايف واحد على واحد سلمت اللاست تاتش على مين؟ على رنيم الجداوي والاوتسايد لصالح نادي سبورتنج. خمس ثواني متوقعه على زمن الهجمه دقيقه 22 ثانيه على زمن المباراه. اوتسايد لسبورتنج. البحث عن بيتس اوبن شوت. بيتس 3 بونت لكن اير بول لم على طول. ميرال لونج باص على طول لفريده وائل. فريده بالبار لا بتروح على الباسكت ما تسجلش. لم على طول هاجر عامر وتسلم بدورها لريم موسى. ريم موسى تهدى على ملعبها وتاخد البلاي لاخرها. ريم لسه ريم معاه كوره تسلم لهلا مصطفى. هلا الهاجر عامر لبيتس في البيز لاين. بيتس تروح بالبيز لاين في البنتريشن لكن مضغوط عليها من نادين تقطع الكره على طول. رنيم جداوي ستيل ولا اروع في توقيت ولا امثل. تلم على طول الكره وتسلم لميرال اشرف. ميرال تهدى بملعبها. ميرال مش اللعبه للاخر يا ميرال. ميرال اشرف بالسكرين مع رنيم تقلب الملعب. رنيم على الدرايف واحد على واحد تنجح في تسجيل انها تاخد فاول وخطا شخصي بتو شوتس بعد ما عملت بكات حلوه قوي وخدت هاجر عامر في ظهرها ونجحت في الوصول لكن فاول وخطا شخصي برميتين حرتين وتو شوتس لرنيم الجداوي. كانت هلا مصطفى قدرت تاخد بوزيشن على هلا مصطفى ونجحت انها تاخد الخطا الشخصي. رميتين حرتين لرنيم الجداوي. رنيم فري ثرو اول ورمي حره اولى تنجح في التسجيل. رنيم على الفري ثرو الثاني ورمي الحره الثانيه. ايضا في التسجيل. وسع الفرق الى فرق الاربع نقاط. تايم اوت يطلبوا كوتش حورس. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يلا هجمه 35 سنه ما ينفعش هياخدها من هنا ما ينفعش ياخد ايس باص وان سكند ياخد تراي تمام يبقى هنا اوت سايد من غير فاول يا جماعه الراجل اللي هنا وشه هنا سنه صغيره لحد ما يباصي ارجع تاني ماشي اي سكرين سويتش اي سكرين سويتش تارجتك تتصفر خمس ثواني تمام عايزين خمس ثواني نخليها اي سكرين سويتش مع بيتس بس معلش احنا ناخد البوتات مش مكملين بيتس اربع فاول
انتهت تايم اوت اللي طلبه كوتش حرس. نو باسكت. يلا 73 77 35 ثانيه او 36 ثانيه متبقيه او 36 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه. كوتش حرس هيلعب من المنطقه الاماميه للنادي الاهلي. 14 ثانيه يا زمن الهجمه. بيتسي وريم موسى هاجر عامر نورهان اشرف وهلا مصطفى خماسي سبورتن مرال اشرف نادين ليلي نادي رونيم وفريده وائل خماسي الاهلي. اوت سايد استلمت هاجر عامر. هاجر قلبت الملعب على طول لهلا مصطفى البحث عن بيتسي. وادي هنا نورهان فؤاد مسلمت على طول لهاجر عامر. هاجر نورهان مره ثانيه. نورهان في البنتريشن. نورهان وصلت. نورهان نجحت سجلت نورهان لكن هنا في صافره من كابتن رنا خالد اعتقد في تايم اوت طلبه كوتش طارق خيري. كوتش طارق خيري طلب التايم اوت. 21 ثانيه متبقيه على نهايه الاوفر تايم والمباراه. تعالوا نسمع تعليمات كوتش طارق خيري ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. ده الفرق الى نقطتين 75 77 للاهلي والاهلاويه. كوتش طارق خيري اعتقد ان هو هيبدا من ملعبه عشان ياخد هجمه كامله. 25 سنه متبقيه على نهايه المباراه مش هيلجا الى ال 14 ثانيه في منتصف ملعب نادي سبورتنج. هيبدا من منتصف ملعب يقابله نادي سبورتنج اللي هيضغط من اول الجيم. 77 75 هيضغط اي خطا شخصي على اي من الفريقين بتو شوتس. الحيازه اهلاويه والاوتسايد اهلاوي والضغط من سبورتنج. استلمت على طول فريده. فريده خرجت على طول طلعت لونج باص زي ما قال كوتش على طارق على طول ليلي في الاول زاوية تنجح في تسجيل نقطتين توسع الفارق الى اربع نقاط زي ما قال كوتش طارق خيري بالظبط. لونج باص تو ايزي لياب بنقطتين اربع بونت توسع الفارق. ريم موسى. ريم عايزه تشوط. ريم على طول الكيك اوت عند نورهان. نورهان اوبن شوت في 3 بوينت نورهان لكن ما بتسجلش. خلاص 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 خلصت 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 خلاص. زي ما قلت لحضراتكم اربع نقاط هو الفارق للاهلي والاهلاويه. الملكات يتوجن باللقب السادس والعشرين لبطوله دوري السوبر سيدات. خلصت وخلصوها 3-0 على طول. ينجح النادي الاهلي بقياده الغزال كوتش طارق خيري في الفوز باللقب السادس والعشرين في مسيره النادي الاهلي منذ انشاء هذه البطوله. الاهلي يهزم سبورتنج ويتوج بطلا لدوري السوبر السيدات موسم 23-24. مليون مبروك للملكات. مليون مبروك للكوتش طارق خيري الغزال. مليون مبروك لمجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي. الف مليون مبروك اعزائي المشاهدين على هذه المباراه والامسيه الممتعه بنات النادي الاهلي يتوجنا بهذا اللقب الغالي. الف مليون مبروك. وفاز على مين؟ فريق كبير فريق عظيم في
وليه باع طويل هو بطل افريقيا نادي سبورتنج بقياده كوتش محمد حورس. الف مليون مبروك لبنات النادي الاهلي، حظ اوفر لملكات اسكندريه بنات نادي سبورتنج، مليون مبروك. ميرال اشرف تعبير اهي كل اللي يعني اللي احنا شايفينه ده من فوز البنات. ميرال اشرف واحده من نجمات البيست اوف فايف، نجحت في ثلاث مباريات تقديم مستوى ولا اروع. نجيب سلعاوه فرحه الاهلي والاهلاويه، هم ابطال الدوري، هم هذا هو الشعار لملكات ملكات. الف مليون مبروك، فرحه عارمه، الفرحه جميله للملكات. نسيبكم تستمتعوا بهدافات الملكات. زي ما حضراتكم شايفين كده نستمتع بفرحة ملكات النادي الأهلي اللي بيتوجنا بدوري السوبر موسم 23-24. ورسامة جايدة خالد، الكابتن ودينا عمرو، ميرال أشرف، نادين سلعاوة، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي يتواجد في أرض الملعب، بيسلم على كوتش طارق خيري وبيهنيه جهازه الفني. مع جهازه الفني كابتن علياء محمود، كابتن كريم اسماعيل، كابتن ماجد مسلمي مدير الجهاز، كابتن نجاح ابراهيم الاداريه، كابتن اكرم الشرباجي محلل الاداء، كابتن محمد علي اخصائي اللياقه البدنيه، دكتوره مروه الحسيني طبيبه الفريق، دكتوره ياسمين الكلاني اخصائيه العلاج الطبيعي، كابتن ايمان جمال مدلكه الفريق، ودكتوره مي القاضي الاخصائيه النفسيه. ملكات النادي الاهلي يتوجنا باللقب سوبر دوري السيدات للموسم الثاني على التوالي بقياده الكوتش والغزال كوتش طارق خيري. فرحه ليلي، خلاص ليلي تمصرت تماما. الرقصه دي مش بولنديه ابدا، الرقصه دي مصريه جدا. مليون مبروك اعزائي المشاهدين، نظل مع الفرحه وسنذهب سريعا الى الكابتن هيثم السعيد في استوديو التحليلي مع نجومه الكبار كابتن نبيل بخيت وكابتن محمد موسى. الزميل العزيز كابتن هيثم، مليون مبروك لتتويج فتيات الذهب وملكات النادي الاهلي في كره السله بلقب الدوري موسم 23-24. كابتن هيثم اليك الميكروفون.